السلام عليكم أصدقائي، لايف جديد واليوم جديد غادي نهضر لكم على قصة ديالي على الجواز. شحال واحد علاش أسيدي ما تزوجتي؟ أش كتسنى؟ شحال واحد عاود لينا ديك القصة ديال الجواز؟ غادي نعاود لكم القصة ديال الجواز. فتاة كنت باغي نتزوج بها، وشنو هو السبب ما تزوجتي بها؟ بغيتو تعرفوا كل شيء اللي عليكم هو تبعوا هذا اللايف من البدايه حتى النهايه، واشتركوا في القناه ديالي، ساعدونا باش نوصلوا القناه 300 نتمنى هذا اللايف يعجبكم. غادي نبداو لكم التفاصيل، وفي نفس الوقت هذه تجربه غادي نعاودها لكم، وما طيحوش فيها حتى نتوما، ما ديروش السيناريو اللي درت انا وفشلت فيه. تفاهمنا؟ اذا تبعد لايف من البدايه حتى النهايه، واشتركوا في القناه ديالي وديروا لنا لايك، ديروا لنا لايكات في اللايف، وان شاء الله نكون واقعيين. واحد النهار كنت تعرفت على واحد السيده فتاه، تعرفت على واحد البنت، قلت لها السلام، قلت لها عليكم السلام، تعرفنا هضرنا بعضياتنا واحد البلاصه. اذا من ديك الساعه بدات العلاقه ديالنا، كنهضروا بعضياتنا بشويه بشويه. بعد يومين ثلاث ايام ولات واحد الاحساس ديال الحب، وليت صافي بدات تصيفط لي الميساج ونصيفط لها ميساجات، بدينا كنحبوا بعضياتنا. ولكن المشكل اللي عندي الفلوس، ما كانوش عندي الفلوس هكا، وانا ما قلت ليهاش ما عنديش الفلوس. قالت ربما هاد السيد قادر يتحمل مسؤولية، هاد السيد غادي يتزوج بيا وغادي يتهلا فيا، ولكن المشكلة اللي عندي انا ما عنديش الفلوس. اذا من بعد قررت باش قلت شنو هو الحل باش نتزوج، وسولت واحد السيد قال لي علاش المشكلة ديالك. قلت ليه راه ما عنديش الفلوس باش نتزوج، قلت ليه خصني الفلوس باش نتزوج. قال لي غادي نرسلك عند واحد السيد وغادي تسلف عنده الفلوس وغادي يفك لك هذا المشكل. قلت لي صافي واخا، وانا مشيت عند هذاك السيد. ملي وصلت عند هذاك السيد دقيت عليه في دارو، قال لي السلام بخير، ويقول لي ما عرفت فين شفتك. قلت له انا فلان، شكون اللي صيفطني عندك؟ قال لي ياك لاباس اش واقع. قلت له خصني شي فلوس. قال لي دير شي عشره، غدير شي حاجه؟ قلت له لا، غادي نتزوج، باغي نتزوج. قال لي لقيتي بعدا فين غادي تزوج؟ قلت له لقيت واحد البنت، ولكن هادشي بقى بيناتنا. قال لي صافي، قال لي تحطاني واحد يومين ان شاء الله ونرد عليك ونسلف لك الفلوس وغادي تزوج. قال لي ما يكون على خير ان شاء الله، ويقول لي دخل تشرب اتاي. قلت له الله يرحم والديك، انا ما بغيتش نشرب اتاي، واش تحل هذا المشكل؟ قال لي صافي كون هاني المشكل غادي تحل، غادي نسلف لك الفلوس. من بعد رجعت فرحان، ناشط مع راسي، فرحت بزاف، قلت الحمد لله المشكل غادي يتحل، غادي نتزوج. بديت كنفكر، قلت زعما غادي نتمتع، راكم عارفين كان بزاف باغي يتمتع، باغي يتزوج. وهذيك السيده عندي واحد الاحساس كنحبها، وانا دائما واحد الحب رائع ليها، عجبتني وواحد الاحترام اللي كتلقى بزاف ملي كنجلس هكا وهي جالسه هي حدايا، جالسه هي حدايا، وفي نفس الوقت كتكون واحد الرومانسيه، واحد الحب رائع جدا بعضياتنا. ولكن المشكله مخفي، ماشي فيها هي، في انا المشكله ديالي ما عنديش الفلوس. من بعد دست يومين، من بعد تلاقيت مع داك السيد، قال لي سيدي الفلوس ديالك راه غادي يكونوا، ولكن ماشي اليوم. قال لي السيمانه الجايه غادي يدخلوا لي شي فلوس وغادي نسلف لك وتزوج هكا. بدا داك السيد كيسولني، قال لي فين غادي تخطب، فين غادي تزوج هكا. وانا على نيتي قلت له سيدي غادي نتزوج واحد السيده، فين كاينه؟ قال لي فين غادي دابا؟ قلت له غادي عندها. قلت لي يلاه تمشي معايا، الله تمشي معايا حتى انا عادي، ما كاين، انت درتي فيا الخير حتى بحال خويا، يلاه يا ودي يلاه معايا. ومشينا مجمعين في الطريق انا وياه،
والمواعيد راكم عارفين هذيك الساعه حنا كنقولوا راه العصر ورا الظهر، هذا هو المواعيد ديالنا هذيك الساعه. شحال هذه راه ماشي دابا، شحال هذه كانت ديك الساعه المواعيد ديالنا اما ورا العصر اما ورا الظهر. اللي سبق البلاصه كنتلاقاو فيها، درنا واحد البلاصه تما معروفه، هاد المرات كنتلاقاو فيها في الليل، هاد المرات كنتلاقاو فيها في النهار على حسب. اذا هذاك الشخص صافي لصق فيا، انا على نيتي وما عنديش واحد التجربه ما عنديش واحد الخبره، صافي مشى معايا وفي نفس الوقت جلسنا تما. وهذيك البنت تعطلات، جلسنا تما شي ربع ساعه تعطلات وتجات صافي، جات سلمت معايا، سلمت معها وقدمت لها قلت لها السيده صديق ديالي هنا انا صافي. بدا كيشوف فيها، انا قلت علاش هذا الشخص كيشوف في هذه السيده، ما هو السبب علاش كيشوف في هذه السيده. وبدا ملي كنهضر انا كيبدا يقطع لي الهضره، كيقطع لي الهضره ما كيخلينيش باش ندوي مع السيده مع البنت. باش تعرفوا هاد الطريقه راه مزيانه باش نشاركها معكم باش حتى نتوما تردوا بالكم ما تطيحوش في هذا المشكل اللي طاحت فيه. انا السيد درت فيه الثقه، السيد غادي يسلف لي الفلوس، السيد قلت بانه السيد معقول، كيبان لي معقول والسيد بعقلو، ولكن في نفس الوقت فيه الغدر. باش نشرح لكم فيه الغدر هو. من بعد بدينا كنناقشوا هكا 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 كنهضروا بعضياتنا، من بعد تكملنا الهضره ديالنا، قالت لينا البنت مالي نطر غادي يتسناوني غادي نعمر لهم اتاي ولا شي حاجه ولا طيب لهم شي حاجه، وغادرت بقينا انا وياها. وا ويدي لي هكا قال لي الله الا انت واعر بالله فين دبرت على هذا التيتيزا واعر فين دبرت على هذه البنت والله الا بصحتك ها ها. قال لي دار لي هكا قال لي بصحتك دبرت على البنت زوينه. قلت له مالك انا ساهل. وفي نفس الوقت قلت له عندك تقول، قلت له عندك تقول لي باين ولا سلفت عندك الفلوس ربما ما تحقرني ولا شي حاجه. قال لي ما تخافش ما غاديش نقول لها والو. اذا البنت مشات لدارهم ومشينا انا وياها، مشينا في الطريق وفي نفس الوقت مشى هو لدارهم وانا مشيت لدارنا هكا. قال لي بلاتي تسنى السيمانه. والسيمانه باش يغدر بيا باش يدير خدمته هكا. هو بدا كيخطط باش يغدرني باش على حسب هذيك البنت. من بعد دازت يومين تلاقينا عاوتاني انا وهذيك البنت، ضحكنا بزافنا كضحك وضحكوا بعضياتنا. وفي نفس الوقت ديك الساعه اش غادي نقول لكم الدبخه وما كاين المشاكل اللي توزع، كانت الدنيا زوينه ديك الساعه وكان الحب بصح، كان الحب بصح ديك الساعه. هاد المده هادي اش غادي نقول لكم واحد المده سنوات اللي دازت هادشي. من بعد دست تقريبا يومين وتلاقينا انا وياها، تلاقينا انا وهاديك لينا ضحكنا بعضياتنا وبدينا كنهضروا على هادشي ديال الزواج. قلت لها انا ما كرهتش نتزوج بك من غدا. قالت لي حتى انا ما كرهتش نتزوج من غدا. قلت لها صافي غير صبر عليا شي ايامات ان شاء الله نوجد راسي وانا غادي نجي نخطبك وغادي نتزوج. اذا من بعد دست بعد الايامات وكنا غادي ناخذ الفلوس عند داك السيد اللي غادي يسلف لي الفلوس باش نتزوج. قال لي سيدي راه السيمانه غادي يدخلوا الفلوس ان شاء الله. وصافي ما بقاتش، بقات تقريبا 4 ايام، ما نقدرش نقول لكم واش 4 ايام ولا 3 ايام. عفاكم ديروا لينا لايك، ديروا لينا لايك بارك من كتصنتوا لي وما قادرينش ديروا لينا لايك، ديروا لينا لايك الله يرحم لكم والدي باش اللايف ما يتقطع. من بعد ديك الساعه كنتسنى باش دوز ديك المرحله اللي قال لي. من بعد عيط ليا قال لي اجي، وانا مشيت عنده صحابني وجد لي الفلوس، مشيت عنده دقيت عليه هكا قال لي دخلت تشرب اتاي، وانا دخلت باش نشرب اتاي والمسائل. وتجي واحد البنت ما عرفت انا صحابني واش من العائله ديالو ولا اختو ولا شنو. وهذيك البنت ملي دخلت هذيك البنت شربنا كاس الاول ديال اتاي، ومن بعد هذيك البنت بدات كتقرب ليا.
قلت علاش هاد البنت كتقرب ليا. بدات كدوي معايا قالت لي راه قال لي فلان راه غادي يتزوج سيدي مبروك الله يوفقك. بديت تقرب ليا ديك البنت باغي تبسل عليا بالطريقه ديالها، بدات كضحك كتضربني من هنا كتضربني هكا. وتا انا قلت اش سيدي هاد البنت كتضحك معايا بهذه الطريقه. من بعد هذاك السيد رجع قال لي عرفتي ما ديروا، يلا نخرجوا نتمتعوا شويه في الربيع والطبيعه نكتشفوا المسائل. مشات معنا ويقول لي شتي هذه البنت، هذه البنت راه ظريفه، هذه البنت راه عادي، هذه راه عاديه الله يعمرها دار هذه راه. انا قلت له لا مانا، فين هو الفلوس؟ غير الفلوس راه السيده كتسنى فينا على حسب الزواج. قال لي غير صبر، قال لي يومين، يومين ان شاء الله غادي يكون الفلوس. هكا اللي قال لي. من بعد مشينا بعضياتنا، ومن بعد هو قال لك سيدي لا راه تواصل معايا شي حد في الدار، تواصل معنا شي حد في الدار شنو كاين شنو كاين غادي نمشي، سمحوا لي حتى المره اخرى ان شاء الله. وقلت لي هاد البنت، قال لي البنت غادي تبقى معك غتنساك في الطريق، وانا سمحوا لي راه غادي عندي غراض في الدار. وهذيك البنت هي وهي دير يدها هنا، دارت لي يدها في هنا. درت يدها هكا وبدات كتبسل عليا، بدات كدوي معايا. قلت علاش هاد البنت تقربت ليا بزاف هكا؟ هو راه الخطه ديالو وضح الخطه. هو باللي قلت ليه راه تعرفت على السيده ومشى هو هضر معاها قال ليها بيزاف نجي تشوفي شنو دار بيزاف. وصافي انا باللي قلت انا ماشي مشكل هاد البنت معايا ماشي مشكل، وخرجنا بدينا كنهضروا بعضياتنا. وفي نفس الوقت ما عرفتش تقريبا، ما نقدرش نقول لكم واش الخمسة ونص ولا ستة، المهم قبل المغرب واحد شوية هو عيط لهذيك البنت شا معاها ولا شنو، الا جيت تشوفي بزاف شنو كيدير. وهي بدات كتبسر عليا عنقاتني، وانا قلت علاش هادي، كنقول حشومه انا هضرت مع السيده وخفت انا من الله سبحانه وتعالى ما بغيتش ندير معها. بدات كتبسر عليا بغيت تقرب ليا راكم عارفين، وانا خفت من الله سبحانه وتعالى. بدات كتقول لي اش بان ليك، قلت لها شوفي، قلت لها الله يرحم ليك الوالدة ما صافي احترميني واحد شويه، انا راه غادي نتزوج بواحد السيده هكا. بدات كتضحك. قلت لي ما عجبتك انا خايف تزوج بيا؟ قلت لي لا ماشي هكاك. بدات كتقرب ليا، بدات بزاف ديال الحوايج هذيك البنت. من بعد هو مشى عيط للبنت، ديك البنت اللي غادي نتزوج بها، وقال لي اجي تشوفي بيزاف شنو كيدير، راه بيزاف كيخونك بحال هاد الطريقه. قال لي بيزاف راكي راه دار وحده اخرى راه كيضحك عليك هكا. من بعد تا وقفت، ما عرفتش ضربتني بشي حاجه هنا، ما عرفتش باش ضربتني شي حاجه من هنا شي حاجه دي. ما عرفتش واش الصنداله ديالها ولا شي حاجه. ضربتني هنا، ما قدرتش نقول لكم واش هنا ولا ظهرينا فاش ضربتني هذيك البنت اللي كنت غادي نتزوج بها. قلت ليها صافي هذه هي الثقه اللي درت فيك. كاش من راه انا ما درت والو، بلاتي نشرح لك باش. قلت ليها ما تشرح لي والو، راه شفت كلشي بعيني ونشوف هو. قلت ليها اش كدير انت سيدي هنا؟ هاك اللي قلت لي. وي قول لي حشومه عليك اصاحبي، حشومه اصاحبي كدوي مع السيده وانت غادي مع هذه كيفاش هكا؟ هاد الطريقة قلب عليا وجهه هو. هذيك البنت بدات كضحك، قالت لي راه عادي اش فيه عادي راه لا انا بغيتو، الا ما بغيتيش. بدات كتحوز عليا، كنقول لها خليني نهضر مع السيده باش تشرح ليا. قالت لي ما بقاش ما عندك ما تشرح ليا صافي. وزادت هذيك البنت صافي زادت باش تشوفوا بانه عمركم تطلبوا شي حد يسلف لكم فلوس حيت غادي يغدر بكم. من بعد زادت هذيك البنت كتبكي، بقى فيها الحال كتبكي انه غدرتها. اذا ولات الوقت حزينه ملي مشات هذيك البنت وهذاك السيد. هذيك البنت حتى هي اشنو دارت؟ فرقت معايا حتى هي،
تفرقت معايا وبقيت انا بوحدي، بقيت بوحدي صافي. ملي بقيت بوحدي تما قلت شنو سيدي ربي شنو ندير. غادرت، قلت سيدي هاد البنت اللي عايله تقلقات يومين ثلاث ايام غادي ترجع. ماشي ليك، كان حول يومين، جلست يومين ما سولتش فيا، جلست ثلاث ايام ما سولتش فيا. قلت سيدي نمشي نسول فيها. مشيت دقيت على دارهم هكا، وجبت عليا بلي جبت عليا في دارهم، شافتني وتسد عليا الدفه، شدت عليا الباب هكا، ما قلت لي والو وزدت بحالي. قلت ربما تقلقات كعات، غير ربما كعات وصافي غادي ترجع. من بعد دست تقريبا خمس ايام وانا نكتشف بانه هذاك السيد وبعد الناس غادرين عندهم الزيدان ديك البارديات ديال الخطوبه، جاوا باش يخطبوها، باش يخطبها هو، باش تعرفوا المشكل. اذا من بعد دازت تقريبا 15 يوم وانا نكتشف في دارهم العرس صافي تزوجات وين. شوفوا سبحان الله كيفاش البلان، سبحان الله. وكنتمنى ان شاء الله هذه القصه تعجبكم، وكنتمنى هذه القصه ما يوقع لكم هذا المشكل. دائما باغين تتزوجوا ديروا داك الشيء بعضياتكم، ما تدخل حتى شي واحد. ما عندكش الفلوس تسنى خدم وتقاتل حتى دير الفلوس وتتزوج، عمرك تطلب شي حد. شوفوا كيفاش وداها وتزوج بها، وانا ما ديتهاش، انا ما بقيتش تزوج. واش تعرفوا القضيه صعيبه ومعقده، وحذاري ثم حذاري، عمركم تدخلوا شي حد في علاقتكم ديال الزواج وديال الحب، حيت كاينين بعد الناس كيفرقوا الناس. هادشي اللي كاين، يقدر دابا تخطب انت شي وحده زوينه، يقدر يديوها لك، يجي واحد يشوفها وتعجبو يديها لك، ولا سيدي انا بغيتها كاينه ولا ما كاينينش. وكاينين بعض المرات بعد الناس كيتلقاو على بنت ولا واحد بغى يخطبها بغى يتزوجوا بها. والله اذا هذا المشكل دائما حاولوا علاقتكم ديال الزواج سكتوا، ما تقولش بانه غادي نخطب هذه ولا غادي نتزوج بها. تلاقاو بيناتكم بعضياتكم، هضروا بعضياتكم والمسائل ديالكم، عندكم مشكل حلوا المشكل. لو كان انا قلت لها ما عنديش الفلوس، لو كان يكون الحل احسن من هذيك الطريقه. مشيت عند السيد قلت له سلف لي الفلوس باش نتزوج، وصدق هو تزوج بهذيك اللي غادي نتزوج بها. كيفاش صيدني فاتت، ما عرفت فين جابها وتقربت ليا وبزاف ديال الحوايج. ومن بعد قال لي بيزاف كيخونك، اجي تشوفي اشنو كيدير بيزاف، باش تعرفي بأينه وحقيقته، راه كيضحك عليك وفي نفس الوقت نكرني. وما خلاتنيش باش نشرح ليها، باش نحكي ليها التفاصيل وكيفاش الطريقه كيفاش جات البنت من هو. المهم وتزوج بها وصافي، وزاد دازت الطريقه هذه. هذه هي القصه ديال على حسب ما تزوجت كنت غادي نتزوج، وشوفوا كيفاش وقع لي البلان. اذا الثقه ما بقاتش في حتى شي واحد، عمركم تثقوا في شي واحد، عمركم تثقوا في شي واحده، حيت يقدر تغدر بك هي، يقدر بك هو. حيت الثقه ما بقاتش في هذا الزمان. حاولوا دائما تكون واحد الثقه بعضياتكم. الا كانت هذيك البنت بغاتك خصها تحتار، تحتار معك، وفي نفس الوقت دائما حاولوا ربما عطاو العهد كما كيديروا الناس الاولين. والقصه ديال العهد راه جايه حتى هي ان شاء الله، نقدر نعاودها لكم غدا ولا بعد غدا مع واحد البنت اخرى ديال العهد اللي درت مع هذيك البنت. شكون هرس العهد، واش انا ولا هي؟ تغير شيء على القصة ديالها، نقدر نعاودوها غدا ولا بعد غدا. إذا هذه النصيحة بسبب الله، دائما حاولوا داك الشيء بحضياتكم، ما تدخلوا حتى شي واحد، عمركم تدخلوا شي واحد في العلاقة ديالكم ديال الزواج. عندك مشكل تفكوا بحضياتكم انت والبنت، ما تدخل معك حتى شي واحد، ما تدخل معك حتى شي واحدة، حيت راه ما كاين اللي بغى لك الخير. باش نشرح لكم، شوف كيفاش داها ليا، كانت الشوجة ديال المستقبل غادي نتزوج بها والدهانية بالطريقة بالفن بجدة بالهضرة. البقية البنت من بعد عيط لها قال لها شوفي
وزادت هي وهي صحابي واش حقيقه يا راه هو لعب عليها لعبه. ونتمنى ان شاء الله اذا كان كيشوفني يعاود لي هذا القلب، هذا القلب اللي دار ليا هو يعاود لي هذا القلب. كنتمنى الا كيتفرج فيا ولا شافني في شي فيديو باش يكتشف هذا الشيء اللي دار ليا. داكشي فيات السلام عليكم والمكتب كلشي بالمكتب. المهم قررنا باش نعاود هذه القصه ديال هذا الحب اللي حزين تماما، وقصه ديال الحب اللي حزينه تماما، وفي نفس الوقت هذه الحياه هذه الدنيا. ودائما التجربه في الحياه زوينه، الا عندك واحد التجربه كتنفعك في المستقبل، التجربه كتنفعك ربما فشي اللي في الجواز ديالك، عندك واحد التجربه ما غاديش تعاودها مره اخرى، دائما تكون عندك واحد التجربه. وفي نفس الوقت الحياه هي هذه، وهادشي ديال الفتيات هكا اللي داير، يقدر اليوم تقول لك كنبغيك، يقدر غدا تقول لك ما بغيتكش. فطور ما اذا دائما حولوا على كلشي، هادشي اللي كاين، واللي بغاك راه قابل بك كيما كنتي. السلام عليكم، اللي كيحبك راه قابل بك كيما كنتي، يكونوا عندك الفلوس ولا ما يكونوش عندك كيقبل بك. الحب من عند الله سبحانه وتعالى، اللي بغاك راه بغاك، اللي ما بغاكش راه ما بغاكش، واخا تجيب الفلوس ديال قارون الى قبلت بك. فهمتوا فهمتوا والله. اذا دائما الحياه هي هذه، ودائما حاولوا ديروا المسائل ديالكم بعضياتكم، حيت كاين الحساده، كاين اللي كيما ما كيبغيش باش تجوج، كاين اللي كيما ما كيبغيش باش تتمتع، هو ملي كيشوفك تتمتع كيعاني، هو الهدف ديالهم هو يشوفوك ديما مقفر عليك، ما يكون عندك لا ولد لا امراه لا جواج لا حتى حاجه، كيضحكوا عليك. ولكن الا جاب الله درتي مرتك وتزوجتي ودرتي ولادك، كيكونوا حزينين، كيقول لك فلان واش شتي فلان فين وصل، شتي فلان شنو دار، هذاك النهار تزوج شوف فين وصل. ماشي في صالحهم كيبغوا يضحكوا عليك. هذا هو الواقع، دائما حاولوا ديروا شي حاجه في سميتو في الثقه، في الثقه بيناتكم، الثقه بحدياتكم، وديروا العهد، وفي نفس الوقت استمروا في العلاقه ديالكم، ما تخلوش المشاكل تدخل بعضياتكم تفرقكم. شحال من واحد كيبغي شي وحده وكتلقى مشكل بسيط وكيفرقوا، لان بحال هاد المشاكل خصكم تحلوا المشكل دائما، تقربوا بعضياتكم وديروا النيه، دائما ديروا النيه. باش درتوا النيه راه غادي تنجحوا، باش درتوا النيه غادي توصلوا. بعض الناس يقول لكم ديروا النيه نهزوا القلب، لا، النيه في الجواج ماشي مشكل، دير النيه في الجواج وربي الا كان شي مشكل راه ما غاديش يسخر لك. اذا دائما ديروا النيه ان شاء الله، دير انت النيه وربي معك، ربي غيسخر لك. راه شحال من واحد كتلقى عنده الوسواس في دماغه، كيقول لك والله الا شويه شويه تراجعت على هادشي، ما كنتش كاع نعرف الجواج هكا، ما كنتش كاع عارف واش انت دايره هكا. شحال من واحد كيقول لك شويه والله الا شويه ما رجعت عليك، كنت حتى لاخر لحظه كنت غادي نتراجع نقول لك ما بغيتش نتزوج بك، ولكن واحد الصبر واحد النيه اللي دار من بعد لقى القضيه زوينه، القضيه رائعه جدا بعضياتهم. دائما ديروا النيه على حسب الجواج، ما تقولش لا سيدي راه ما غاديش نتفاهم مع هادي، وما تدخلش شي واحد بعينه باغي يتزوج هكا، عادي جدا تفهمتي مع السيده ولا مع البنت، تفهمتي معها على حسب الجواج، سيرو خطبها من مالين دارهم عادي، خطبها من مالين دارهم وسيرو العدول تكاتبوا صافي، جاب الكارت ديال الجواج وانت مرتك، وديروا لي يد في اليد وعيشوا حياتكم. عاش بغيتي انت دير داك العرس ولا دير شي حاجه، الا كنتي باغي دير العرس دير العرس مزيان، الا ما قدرتيش عادي في كاين المشكل تكاتب ودي مرتك وعيش حياتك، شوف انت شنو خارج ليك ماشي للناس. ما تقولش الناس باينه، الناس راه يقول لك دير العرس هكا كيكون، نقول لك كاع ما شبعنا لهاد العرس بحال جينا للخلا ما كاع ما شبعنا كاع تفصيله ما في شويه زيت وشويه دجاج، دوك ديال كل فريكاسات ديال الدجاج صغار على الله شحال ديال القصوحيه هكا يقول صعب لي، يقول لك اسيدي فلان دار العرس مزيان طلع فينا عمري يقولوها. يقدر تجيب واحد تقويته من تما يقوسو عليك، يقول لك اي كاين اللي كيقوس اي عرفتي
وعرفت في ذاك الطبس ديال اللحم، وهو كنضربو كنضربو شبع له وباقي مازال النص ديالو يقوسو عليه. ما باش نشكيك انت، تخيل دابا القاعه ربما دير انت القاعه ديال العرس، شحال باش تطلع لك هذيك القاعه؟ يقدر انت تخسر تما جوج تلميذ، وفي نفس الوقت يقدر تجيب يقوسوا عليك وغادي تخسر فلوسك، وما غاديش يقولوا راه شي حاجه، غايقولوا بانه ما ترى ما عرس ما توزع، والله كاع ما شبعنا، ودي سير كيدير يبدا يضحكوا عليك. ديال الا كانت هذه الطريقه غادي يقولوا الناس بانه عليك بانه ما افضل احسن. ديك جوج اللي ملي غادي تخسر فيها ديك القاعة كلها انت ومرتك وانت مهني، ولا ديروا شهر العسل كاع وتهنا انت دوك الفلوس باش دير العرس، دير بهم شهر العسل تمتع انت ومرتك، مشيو شي بلاصة ولا كدوا باسبور ديالكم تمتعوا بالجولة ديال شهر العسل عادي، فين كاين المشكل؟ اذا دائما الانسان يشوف اشنو هاد النصائح، يشوف اشنو خرج لك انت ماشي الناس. علاش انا غادي ندير انا العرش نعرض للناس؟ علاش نعرض اليوم؟ علاش نعرض للناس انا؟ علاش نعرض اليوم؟ من بعد عرضت ليهم غادي يعرقوها ويزيدوا، اشنو مستفد انا؟ هما اللي مستفدين الا تغداو عندي ولا العشاء. اذا انا دوك الفلوس اللي غادي نخسر ربما في العرس ولا غادي نخسرهم في الحفله ولا شي حاجه، دايزين نيت فيا انا، يقدر نفرش بيهم، يقدر نسافر بيهم، يقدر ندوز بيهم واحد المده ديال الشهر ولا شهرين ديال النشاط مع مرتي، كاين ولا ما كاينش؟ حيت المشكل اللي عندنا في المغرب هذه هي الطريقه، ما كاينش شي واحد، العيالات حتى هما مساكن والله الا شوهونا بالله في هذه البلاد، شوهونا العيالات هكا يقولوا تفصل شوف كيدير، تفصل كيدير صغير تصير قال لك دايرين العرس عانين، هادو شي عانين هاكا كيقولو العيالات، وكاين شي صحراويات تقوس عليك ولا شي واحدة تقوس عليك، يقدر تقوس عليك، يقدر تقول لك شي هضرة ما تعجبك، يقدر يصورو داك الشي ويلوحو ويقول لك اجي تشوف، يقدر يديرو عليك الرياكشن، كاين ولا ما كايناش؟ خصكم تشوفو من بعد، هادي هي قاعدة بعد الناس. إذا كنت أنا غادي ندير العرس، علاش أنا ندير العرس؟ غادي ندير العرس، ندير العرس أنا ومرتي وصافي بجوج، أنا وياها، ولا ربما العائلة ديالها وشوية واحد خمسة الناس ولا ثمانية الناس، ونحتفلوا ثمانية الناس، الله يجعل بركة، درت العرس ثمانية الناس بارك، نجيب هذوك اللي كيردوا تا هما الثقال مراكشة وداك الشي كيديروا، هذوك ماشي مشكل تجيبهم. لكن ما تعرضش للناس اللي غادي ينصبوا عليك ولا يقولوا عليك الهضره ولا يقولوا لك شي حاجه. اذا هذه النصيحه من على حساب الزواج، راه شفتوا القصه اللي ما تفرش في قصه الزواج ديالي علاش ما تزوجت، راه تلقاو في الفيديو ديال اللايف. اذا بحال هذه الطريقه دائما خصكم تحلوا هذا المشكل بعضياتكم، اذا كان انا نصيحه بسبب الله، اذا كان غادي ندير انا العرس ونخسر فيه 2 مليون ولا 3 مليون باش يجيو الناس يوكلوا ويقولوا لي يا سيدي راه ما شبعناش، سيدي العرس عيان ولا شي حاجه، علاش انا نعرض لهم؟ ما نعرض لحتى واحد، ما عادش اللي كاين، ندير الحفله ديالي، ندير العرس الراسي نكون فيها انا ومرتي وربما العائله ديالها اللي بعض الناس ولا ست الناس صافي، ونعيش حياتي، دوزت العرس ها سيدي، دوزت العرس مغلق، عرس مغلق ما نعرض لحد، حيت هذوك الفلوس اللي غادي نخسر في هذاك العرس دايزين نيت فيا انا، اش غادي نخسرهم على الناس وما يقولوا لكش مزيان؟ الا قالوا هبل، كاين اللي يقول لا سيدي ما شبعناش، كاين اللي كيقول اه ترى الا شفتي البنان كيدير خاسر، هو راه البنان زوين يبدا يخرج عليك الهضره ويقدر يقوسوا عليك، تصدق انت ما يحطوك شي تقويسه ديال بصح، تجيب شي تقويسه ديال بصح يدخل شي واحد يقول لك اي شوف الطبري قداش هاكا يقوس عليك، وتصدق العرس ديالك ما خرج فارسو. اذا دائما حاولوا دابا الزمن راه ما بقاش كيما كان، الا كان غادي دير العرس بالطريقه ديالك دي. انت مفضل، انت اللي بغيتي شنو باغي دير، الا كنتي بغيتي تعرض للناس عرض للناس من حقك، ما بغيتيش راه حري راسك، ما تقولش بانه ولا سيدي راح شوه الناس، هذاك الشيء كيجي بغي عيد تقريبا يقوس عليك شي حد ولا تخسر فلوسك، هادشي اللي كاين اللهم عادي، فين كاين المشكل؟ حياتي هذيك نعرض اللي بغيت اللي ما بغيتش ما نعرض ليه، في كاين المشكل كتشوفوه، ما تقولش بانه صحراوي
الصحراويين على قبائلهم، هذه هي قعيتهم منذ زمان. الصحراويين بعدهم كنهضروش احنا على الصحراويين، الصحراويين معروفين بهذه الطريقه، هذه هي قعيتهم هما. الا ما داروا هكاك راه ما غاديش يقال، يقول لك اسيدي خصني ندير الجمال وندير القاعه كبيره، وهذه هي قعيتهم هما. ما كنهضروش، كنهضروا على الناس اللي عادي جدا، الانسان اللي قد الحال مثلا، اللي قد الحال راه عندك حق باش تجوج عادي، حيت ماشي العرس اللي مهم، من بعد العرس هو اللي مهم مستقبليا. ماشي كاين، الا كان غادي نخسر انا 2 مليون ياكلوها هما، علاش انا نخسر 2 مليون ياكلوها؟ ومن بعد اللهم نخسرهم على راسي انا، هذيك 2 مليون نقدر ندوز بها الشهر العسل، نخسرها في واحد النهار ندوز بها الشهر العسل، هاجي نعيش مع مرتي وتكون معايا، فين كاين المشكل؟ وتعيش حياة ديال بصح. باش نشرح لكم، حيت الحلال راه ماشي هو الحرام، الحلال راه ماشي هي اللي كتطرطق المسكة في الشارع، هذيك اللي كتطرطق المسكة في الشارع راه ماشي هي مرتك بالحلال، لكن الفرق كبير. نتوما اذا الحلال كيكون واحد الطريق مستقيمة، الحلال كيكون ما كيكونش فيه هكا، يكون واحد التسخر من عند الله سبحانه وتعالى، كيكون داكشي زوين، خصوصا البداية كيكون زوين داكشي، كتكونوا كتدوزوا هذاك الشهر العسل رائع جدا بغيتكم. كيقول لك علاش ما تجوجتش شحال هادي، والله الا ما كناش عارفين حنا واش هادشي كله حلو طلع الطراشه. وانا اش غادي نقول لكم، الى بغيتي راحه البال وتعيش حياتك تجوجوا، ولكن الشعر ديالكم غادي يتساس وغادي تغرقوا في الكريديات وغادي تسحقوا حياتكم. الزواج من زوين اللي عنده موظف اللي كيتخلص للشهر وعنده طنوبيل وعنده الدار، تزوج عيش حياتك، حق الله تدوز ليا يا سلام، حيت عندك كل شيء، تخلص للشهر طنوبيل عندك، الدار عندك، فين كاين غيكون المشكل؟ ما يكون حتى شي مشكل، وهذيك السيده تموت معك، تموت معك اللي قلتي لها تقول لك واخا، انت ما عندك حتى شي مشكل، فين غيجيب لك، فين غيكون شي مشكل؟ شكون عنده المشكل اللي ما خدامش مسكين؟ اللي كانت عنده واحد 5000 درهم ربما خسرها في العرس وداك غدا هذيك صحاب ربي رسول الله، يلا ودي الزريات السيمانه يفولكين، هذا غنخدم ناش كي دخلت تبنيت يا ربي السلامه. بحال هادو كي قال صحاب ربي رسول تو ابقى انت قبل المراه واش غادي تقول من بعد؟ الزواج مزيان اللي موظف اللي عنده شهريه ديالو كتدخل ليه كل شهر وعنده الدار وعنده الطوموبيل، مزيان ليه الزواج. اما هذاك اللي قد الحال مسكين ربما طالب المعاشي، القضيه صعيبه معقده القضيه عنده، غتكون القضيه معقده تماما، يقدر يشرف بالزربه، يقدر يكون المشاكل، يقدر الى اولاد الاولاد راه مشكله، الى عنده جوج وليدات ثلاث الوليدات هو طالب المعاشي، القضية صعيبة، والدخول المدرسة والحويجات في العيد وزيد وزيد، القضية صعيبة، تكون القضية معقدة تماما. شنو هو الحل؟ الحل ما تجوج، كنتي طالب المعاشي ما تجوج الا لقيتي شي وحدة قابلة بك كيما كنتي. اما اللي عنده وظيفة ديالو وعنده الطوموبيل ديالو وعنده الدار ديالو، تجوج قوة تتمتع بالله. وكاينين بنات الناس، كاينين بنات الناس باغيين تقول لك هي نتزوج بك، عندك الدار وعندك الطوموبيل وكتخلص الشهر نتزوج بك، غادي تتمتع، غاتعيش حياتك بخير الحمد لله، غاتخرج وقت الغدا تلقى الغدا، الصباح تلقى الفطور ديالك، العشاء مزيان، الحويجات ديالك مقادين، الفراش مقاد، كلشي مقاد بخير، ما يكون حتى شي مشكل، حيت داكشي الفلوس. وهذيك السيده اللي تزوجات بك فين غادي تلقى احسن منك؟
تقول لك هذا هو انسان مناسب. الحمد لله لقيت مع واحد ولد الناس كيتخلص من الشر الشهر، عنده الدار عنده الطوموبيل فين، وما تقدرش تقول لك لا وما يكون حتى شي مشكل، ربما الله اعلم. لكن انت بنت الناس ولا كنتي انت ولد الناس؟ الا ما كنتيش ولد الناس يقدر يكون فيك المشكل انت. هذا هو هذه هي النصيحه ديال الزواج. الا كان انسان لاباس عليه يتزوج، ما كنتيش لاباس عليك القضيه، اش غير ولات تكون معقده تماما. غادي تغامر، غادي تغامر، غادي تزوج وغادي تغلب عليك الزمان، الزمان غادي تغلب عليك. حيت الا كنتي بوحدك ماشي الا معاك مرتك، تكون عندك مرتك وانت فكر في المستقبل بعد عام، يكون عندك البيبي الصغير، يكون عندك واحد الدري صغير ومع الخمسة يقول لك واه 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 واه، ما يخليك تنعس. بعد سنتين ولا ثلاث سنين يكونوا جوج، واحد كيبكي واحد كيشخر. اذا واجب تعرف شنو كاين قبل ما تطيح في المشكل، قبل ما تطيح في هذا المشكل. اذا الزواج مشاكل، الا كنتي قد الحال ما كاينش نهار يدوزو بخير، كون على يقين. الا كنتي قد الحال حيت المشكل فين غيجي؟ يجي انت ما خدامش وما عندكش الفلوس، اي بداو المشاكل ديك الساعه، تقول في المراسي ما جبتي لينا والو، العيالات عايشين بخير، العيالات كيسافروا، حنا عمرنا سافرنا، عمرنا كلينا هاد الماكلة المفضلة، عمرنا تعشينا في شي ريستورا، عمرنا خرجنا، عمرنا تسرينا. ها تقول لك هاد الطريقة تعاني، وانت قد الحال وانت طالب المعاش، مشي ربما طلع البريك ب 600 درهم ولا 40 درهم، كاين ولا ما كايناش؟ ولا يقول لك اسيدي يجي شي واحد يدفع لك كبير يقول لك طلع لينا هاد الفايج تاع الرملة، تقول له 4000 يقول لك لا سيدي نعطيك 100 درهم. بغيتي او ما بغيتيهاش بلاش، وبدي يهز يدو عليك. تولي الحياة ديالك مكشوفة، والشهر يدوز بالزربة، ها الكرا، ها الضو، ها الماء، ها المصاريف ديال الوليدات، ديال المرأة، ها المرأة باغي تمشي للحمام، ها المرأة باغي بغات الحوايج، ها المرأة بغات تعرض لصحاباتها، ها المرأة غيجيو عندها والديها، عاملي يجيو والديها تقول لك اسيدي سير جيب لينا واحد جوج كيلو ديال اللحم، وجيب لينا هاد الديزيل، وهاد البنين يكون غالي وتدفع وتشرط لك وتقول لك جيب لي هادي جيب لي هادي جيب لي هادي جيب لي هادي، راه والديا غادي يجيو هاد الليله غادي يتعشاو عندنا، ودير لهم العشاء وغدا وتالي دير لهم الغدا. يقول لك اسيدي حنا ما بقينا كاع غاديين، حنا عجبنا هنا ما بقاش غاديين، يبقاو عندك السيمانه، وهاديك السيمانه خصك تهلا فيهم، وفين غاتجيب هاد الفلوس؟ ما غاديش تعاني. رجب الله ما جبتي والو، يقولوا لك لا سيدي هذا راه حطينا بنتنا وما طهلاش فينا، وبلي يقولوا الهضره ديالنا باش تعرفوا. ولكن اللي لاباس عليه اللي موظف هو راه ما عندوش هذا المشكل، يجيو نسى ابو وجه والدي يتهلا فيهم، كلشي كاين، كلشي يدو في جيبو يجيب الفلوس، كلشي يجي ما عنده حتى شي مشكل، مرتاح فرحت البال، جالس مع راسو خدام شهريه ديال داخله، ماشي شي حد قد الحال. اذا اللي قد الحال انا رايي بلا ما تجوج يقدر غادي تصيد غادي، الا بغيتي ما بقاش نعاس ما بقاش بزاف ديال المشاكل تجوج. الا كان عندك الوظيفه ديالك عندك تخلص الشهر للشهر تجوج، فين كاين المشكل؟ ما كاين حتى شي مشكل. نظن دائما افكر قبل ما تصيد، حيت الوقت صعيب، وفي نفس الوقت يقدر هذيك المراه دابا انت ربما طالب المعاشي، طالب المعاشي تدبر على راسك، مره خدام مره ما خدامش، الله يحسن الاوان اي واحد. ماشي عيب انسان يخدم في الموقف، ماشي عيب يخدم تابع الميت، ماشي عيب يخدم خدام تابع النيت، ما كاين حتى شي مشكل، عادي فين كاين المشكل. ولكن شوف المشاكل اللي غادي تعاني منهم من بعد. ربما انت طالب المعاش، انت مثلا انت خدام في الموقف ومجوج، وجاب الله القضيه مقفره، فرا ما كاين ما يدار، انت جالس في الموقف ما كاين ما يدار، خدمتي واحد النهار وجالس سيمانه ولا 15 يوم، هذيك المراه ما غاديش تصبر لك، تقول لك اسيدي ما نقدرش نصبر معاك، تلقى الدار ما فيهاش البوطه، تلقى الدقيق ما كاين، الزيت ما كاين، السكر ما كاين، هذيك المراه يقدر غادي تمشي عليك، غادي تسنى التدعيه تقول لك هذا ما موفر لي والو، غادي تزيد وتسمح فيك وتعذب في حياتك كامله، وتكون اكبر غلط في حياتك.
في الظلمة إذا دائما إنسان اللي قادر على الزواج يتزوج، اللي ما قادرش على الزواج أرجع غادي تغرق وغادي تعذب وغادي تخرج على حياتك وغادي تندم أكبر تنديمة. حيت إلا كنتي بوحدك كنتي ديال راسك عادي، ديما الشكرة فوق كتافك عادي، ما كاين حتى شي مشكل، ما تصرف على الأولاد لا المرأة لا والو، حرية راسك. جيب غير خبزة وجوج بيضات وقليهم في أنت معشي، جوج بيضات معشي. ولكن إذا عندك المرأة لا، تقول لك أسيدي مزيان مزيان أسيدي نتعشاو بالبيض، تقول لك لا سيدي جيب لينا باغي الطاجين باللحم والبرقوق وزيدوزي، تكون المصاريف غالية. إذا يقدر غادي يتحاني، الا قدر الا كانت شي وحده مسكينه قد الحال حتى هي كبرات في دارهم قد الحال، راه يقدر غادي تصبر معك. الا كانت شي وحده شبعانه في دارهم وانت تجي عندك وانت قد الحال، راه ما غاديش تجلس معاك. واحد النهار غادي تقول لك اسمح لي تلقني صافو تسيد. اذا قبل ما نطرحوا في هذا المشكل دائما فكروا بعيد، راه ماشي ساهل تجوز، ساهل من بعد الزواج هو المصيبه، مصيبه كاينه بعد الزواج. بعد الزواج كيكونوا المشاكل عند من كيكون المشاكل عند الطالب المعاشي، شي واحد قد الحال فهمتوني، بحال شي واحد قد الحال، بحال شي واحد خدم في شي كروسه، بحال شي واحد مره كيخدم هكا وكيسافر يخدم شويه هكا شويه هكا. اما اللي موظف كون على يقين ما غاديش يكون عنده المشكل، ربما الا فيه هو المشكل. انت بلا كنتي ربما انت موظف وعندك الدار وعندك الطوموبيله ديالك كتخلص كل شهر، فين غيكون المشكل؟ اذا هذيك المراه غادي تلقى فيك اللي بغات، هي غتلقى الدار، ها هي الدار عندها السكنه راه كاينه، الثلاجه غادي تكون عامره حيت انت موظف، الثلاجه تكون عامره فيها كلشي. اذا القضيه زوينه، فين غيكون المشكل؟ وهذيك المراه غادي تغامر معاك وتزم معاك وتبغيك وتبقى معاك. إذا المشكل فين كاين؟ الناس اللي قد الحال. أما اللي موظف أنا رأيي ما غاديش يكون المشكل تجوج، أنا رأيي. أما الإنسان اللي قد الحال بيتجوج، شنو اللي كاين؟ بغيتي تصيد؟ أنا نقول لك اللي كاين ما تجوج، الإنسان اللي قد الحال خصو ما يتجوج، القضية صعيبة معقدة. إذا كنتي عندك رزقك وعندك الدار ديالك تجوج، القضية صعيبة. أنت الكرا هالضو هالماء هالمصاريف والمعيشة غالية والخدمه ما كاينش في هذا المغرب، وهاد البلاد راه كاين اللي دايره، المغرب هكا اللي فيه، اللي عنده راه كيتمتع، اللي ما عندوش كيتعذب. اللي ما كاينش هذاك الشيء اللي كاين، اللي وتشرط قبل ما تخطب قول لها شنو عندي انا طالب المعيشي، باش نشرح لك، مره خدام مره ما خدامش، قبلتي يا بنت الناس مرحبا، ما قبلتينيش بلاش. يقدر تغامر معك، يقدر تقول لك لا، وهي إذا كانت هي تقول لك لا سيدي أنا بغي موظف، بغي شي واحد يتحمل المسؤولية، وقليل تقبل عليك، إلا قبلت عليك شي واحد، تقول لها غير طالب المعاشي صحاب ربي رسول الله، إن هذا غير ور، طالب المعاشي، وفي لون يعفو ربي، إلا قبلت بيك، تقول لها غير طالب المعاشي، ما سكر. تخليك نيت وتزيد كلا نسيت اوه سامحي ايوه سميت نور خليق اوه هاتي بحالي الكاري ديال يا نبول قزبو حتى التاني ناكريتيه هاتي سكات نطاي. ولكن تكون موظف ما تخدمت ايك اللي خدمتني الموظف مش كتخلص مش تبارك الله تبارك الله تبارك الله ترحبا مرحبا ما يودي اود القهوة اود السيد سرحبة السيد هي الامور كلها تقيت الامور الله يودي مرحبا بك ما رانا في زوج كي استقمت لا هي لا تقمي ما طنوبت لا والله بلا اصلا وقر لي اصلا تصفر حتى غاودي مرحبا بك مرحبا بك صافي اللي غنقري في السنك صافي كناني ها باش تفهم. هذا غير مثلا باش نشرح لكم اللي عنده الفلوس واللي ما عندهش الفلوس، عندك الفلوس يرحبوا بك ويطلعوا فيك وكل شيء كيتمني يتناسب معك، ما عندكش الفلوس الا قبلت عليك شي واحد. اول حاجه باقي دورينك باقي لخدمتك شنو هي الخدمه ديالك، باش نشرح لكم الخدمه والدار. والبنت هي تقول لك اسيدي والسكن انت مع الخوادريه ديالك والسكن مع امك انا
اما اذا قلتي لا انا ساكن بوحدي عندي الدار بوحدي ديك الساعه تلقى ديري ايدها في ديالك حيت هما كيبغوا يسكنوا بوحدهم كيبغوا تعيش معاك بوحدها حيت دابا مثلا ساكن مع مالين طاك يكونوا المشاكل يقدر كيكونوا المشاكل ما كتلقاش الراحه ديالها كيما بغاو كيما كيقولوا كيقولك كاين المشاكل بداكشي كيبغوا ماشي واحد عنده الدار وخدام راسو كيقبلوا عليك بسهوله اذا هذه هي الحياه ديال الدنيا انسان دائما يدير النيه وان شاء الله ربي معاك واش كاين المهم انا هذه النصيحه اللي غادي نقول لكم على حسب الشوت عندك الفلوس تجوج ما عندكش ما تجوج اش داك بغيتي المشاكل هي هذيك بغيتي تفقد النعاس ديالك مابقاش نعاس هي هذيك بغيتي تعد في حياتك هي هذيك اللي تجوجتي اش داك تجوج اش بغيتي شي جواج انت طالب المعاشي وقبلها وكتدخل انت قول لي شحال كتدخل في الشهر قال لك اسيدي الشهر تقول له 16000 شكشم لا ما عطيتو 16000 ولا غير الفاي جمله فريسه 6000 ريال قال لها يا 800 بريكا فيني 150 درهم ايوا غوني اضني نخدم غندير كرامي دنغين وزكاين ايوا نيويت 16000 ايوا تخلصت قيس دينك اوهو ورايك تخلصت تايميك دارو كاتو الكريدي بحال هذاك النوع غادي تحمل المسؤوليه ديال الجواج واش عندكم شي عقل ولا ما عندكمش شكون غادي يتناسب مع هذاك النوع ديال البشر انا نقول لكم بنيتي ما تحطوش بحال هذا النوع ديال البشر اللي قد الحال ما تحطيه بنتك اش تحطيه بنتك بغيتي تصيد باغي اش غادي يعيش لك هو كاع ما معيش راسو يعيش لك بنتك واش عندكم شي عقل ولا ما عندكم ما عيش كاع راسو عيش لك بنتك السلام عليكم دائما انسان يدير عقلو قبل كما يقولوا صحراوي تحيه للصحراوي اللي كيقولوا ما درنا في الطاجين ما يتحرق صحراوي تجي تخطب عندهم ويقول لك خارج الجمل خارج الجمل ما هو خارج الجمل هلا قيس سيرهم سير سير الله يسهل هكا يقول لك صحراوي تجي تخطب صحراويه يقول لك خالق البعير البعير خالق والجمل خالق ما هو كاين شمال ما هو كاين امال الله يسهل الله حطوه كاس اتاي حطوه من كاس اتاي والله يسهل الله يسهل الله انزال على داك الشارع على دور هكا وهكا وهكا راه غادي تلقى يصدر الى ديتي صحراويه بالله الى ما جبتي الناقه والجمل الى ديتيها الا بغاتك هي عندك الزهر بغاتك هادشي اللي كاين اما بالنسبه لمزيغر والله غريب في يعني مليون ونص وستي تاوي داري هذا تما راه كثر بو 18 سنه اذا تصرف يسن مش كفلات مش كفلوس افلس خسر من مزين سار داك الصغضان طوغي الصغر خت سيد كيك مغير لي راه كيك تاش كنت كيار ستي تاوي تبرد والله غريب في 2 مليون وستي تاوي سول الانذار هذاك في انذار يغدو بك تخسس على الخاطر راه فلك كويسه اما الى عندك الفلوس اي فول كيوي الزمان اي فول كيوي راه كيتي مي كنصبر اي يا سيدي راه زرغينا حياه يعني كرا ديال المليون رحم ربي الوالدين رحم ربي فقيرنا يعني كرا ديال المليون اي يا ربي هاك بسم الله ربعه تريت هذا الشيء زيد خكرا تحتاج جات كراتي كون هاني الله يرحم والدي اي خلف ربي اذا نجيبو 3 د المليون وهذيك اللي حطات 3 د المليون عارف على من حطات 3 د المليون غادي ياخذ بنت واعره والامور ومازال بها كيوصاها كيقول لها وياك تهلاي في هذاك السيد هذاك السيد تهلاي فيه الامور كلهم كتقعد لا مشاكل لا توسع سبحان الله الفلوس هو كيقد كل شيء اللي ما عندوش الفلوس كل شيء معقد تماما اي حاجه غادي ديرها معقده تماما الفرق اللي عنده الفلوس واللي ما عندوش الفلوس كاين الفرق كبير جدا هادشي كي واش تقدر عليها
شتي هذا؟ قال لي يا سيدي نحطك بنتي ولكن الفلوس. حطها 3 المليون. قال لي عطاني 3 المليون. قال لي ها هي حطها 3 المليون ودارني هي، حطها 3 المليون دا بنته تزوج وعايش حياته عادي. اللي حطها 3 المليون عادي حيت عنده الفلوس. ولقى واحد الترحيب ورحبوا به وطلعوا فيه وزيد الامور تقادات. عنده الفلوس، الفلوس الجنة يا سيدي ربي. ما عندكش الفلوس قضية معقدة. هذيك هذيك السي واخا تجوج بعد ولا كاسيدي نوكل فلاك اودي ربي تسنقيره غد كمير. نوكل اودي فلاك ربي تسنقيره غد كمير. لا وكان اودي غير هنا ليتيها ليتيها ريس غادا يقدر ليتيها صحاب ربي دراس ولا تاوي تاخد عدسي غد اللوبيات نمشي يمكن شي يبقى غد ليتيها شي قاعد الحال تيو تاع ديك دم معضص خاصه تاوي تاخد اللوبيا اش تن نشوى اش تن طواج اش تن سكسو تفيد المسائل تاوي تاخد نكون رجون الشكره تي رمتي فولكي سميتها غبدا مره نسيكيت مره نش باش ما كاين الفرق كبير ماشي كان غادي تجلس معاك تجيب لي هكا وهكا وتزيد بحالها تمشي لدارها وتقول لك راه كنضيع وقتي هنا. كاين اللي كتلقى مسكينه صابره على وليداتها كتقول لك يا سيدي اي فرج الله رد سولي سهل ربي وسهل دي سهل. اي هذه الحياة اللي هي باش تعرف القضية معقدة معقدة. اللي عندي الفلوس تجوج، اللي ما عندش الفلوس عاودني منك واش اللي كاين عاودني منك تنتي البنات وياكم انا علمتكم عندكم تجوج شي واحد طلب المعيشة ولا شي واحد قد الحال ما تجوجي به. تجوجي شي واحد لي موظف لي لاباس عليه زين. نصحتكم قبل ما تروحوا بهذا الفخ. دابا تخيلي انت دابا تجوجتي شي واحد فقير قد الحال، كيفاش غادي يوفر لك حياتك؟ كيفاش غادي يتهلا فيك؟ يا الله سيدي تمشي معاه انت دابا مثلا لشي بلاصه فيه الحويجات وغادي تشري حويجات وهذوك الحوايج اللي غادي تشري غادي يطلعوا له ب 1000 درهم. اللبسه ديالك 1000 درهم تمشي بها وهو ما عنده في جيبو حتى 100 درهم كيفاش غيشري لك حويجات؟ يقول لك بلاتي راه القضيه تي لو قطرمي ولو قطرمي والسرع دوري لي والو الشهر نديوش كان اوري ملي ساعد ربي غتعاني مشاكل هادشي اللي كاين عقلك تقولي بالنقص من الزواج اللي لاباس عليه اللي عنده خدمته رسميه موظف عنده الدار تجوجي به ماشي مشكل. المهم هادي هي نصيحتي انا اللي بغا يقبل بها راه مزيان. هادوك الناس اللي قد الحال طلب المعاشي هذاك في ربي الحلاقم هذاك في ربي الحلاقم خدام اللي غير تقول لي تخدم لي ما سنت بنيت غير كدار التيني هذاك في ربي الحلاقم بس هلي تزيد تستغرى شكل داخل تايت ولا دختيري ما راكنا ديري ما راكي كي داير خدام هادي تبي 600 درهم ولا 60 درهم ما راه كدير ما راه فلك يقبل ما راه فلك يقبل ما راه كيري عطيني تو ما راه كيري هادي حتى تولك كثير كون على يقين حيت مدران رانا راه نكرواد للدر الفلوس هو اللي يرتيري نتغيلات كله كله علاش راك سقسان غير الاول ما يقال الخدمة علاش خدم غير كاينك علاش راك سقسان غير الخدمة باش هاد السنيز اللي خدمتك تلقى ريستونس ديال الشهري ديال كود باش تزعم ندي يضرب بيك ميدسنا غاتي كاسلا انا دفتيني اختنوا ورث ديال الخدمه وري خدم وانا وري خدم وانا فتا سني لا تسوى تاي اي بزينه الى تساتي والرساله الى تساتي فات فات سي انا يضمن صدر الكاس الفن حيت ما تخدم مع هذيك غامر رحل انت انت ديري ما تعيش ماشي ما يهن الدور الحياه باش تعيش تحمل المسؤوليه حيت الزواج هذا ماشي اللعب الزواج هذا ماشي اللعب الزواج يقع المسؤوليه خصوصا الارياس هي تحمل المسؤوليه بالزيزك هي بالزيز عمرت الثلاجه تهلو تختم غادي تسخد سينات اللي بالزيز ماشي اصل خاطر بالزيز منك يغور تريد تفلك تفلي ينيك تفلي هاي قبل يغور بزرتي والو
سموني مين قلت قني مين قلت سكرتوري قاعد تصمت وانا كيس قصان غليت يا عيناس هاو ديتهم كرز ضري والو هاتي وداري والو هاتو رزري المسؤولين المسؤولين هاتي تشقف لها المسؤولين اللي تالي تشقف لها وداري الفلوس ورز ضري والو وداري تجمي وداري والو لقو تشقى ورغم كتصخري اللي سميتنا غير كاد إيناس مغير كاد تيريك أما اللي هو اللي قال الموظف التالاتي يغوري تالاتي خلا تضيعت السنة كي داركش تشاريتك دارك طنوبينك دارك تيهميك ما ستقلت أواش ما ستقلت تيه فار بيستي سميتنا إيناس قالي تيهال تشكيت ديريك إيش دارك تيهمي أيه يا تريد أسريت ذلك إيه مرحبا أكاد السنة غير اللي يقول لي ستنيت يستي الصحة إيقاد زرت سوال لنسا شكينت كنتي ميما نيخد سداغت السنة سقسان يجيك مش قد تخلص سقسان يجيك وشي فين نقول له بأي نواتي تحملت المسؤولية صافي إن أنا مرحبا الأمور كله قيتين الحمد لله أشي إكرايناك رغد تهير ورداري التمس خلص خلعدون عام العيسى يسترمي الوقت هناك وداري ما سخلص تالي عجول مع الطيبار بباشاكيل سوطغي كان بلاش ما لا تسكت صبر طعمان القدر نصيد ربي لا انت لن تفرخي اللي تقبلني سوطغي كان لا انت وقلي ولكن روش انت اللي تقبلني سوط طالب المعاشي واللي تخدمني قد الحالة دروس نقلي ودروس انت بزاف كانت دليل انا كاتستراجي مثلا تنيكو ماشي مشكل تصبر ديك اما كانت دورت ديك تغامر هكذا استني في الطالب المعاشي تنيك سامحي اي وي سميت دورت ديك تغامر والله واش تتاويت هاكو ديال راك صدر سكريت سري ان فور هناك وري خدم زالت والله هي اما غدات ما قال الخدمه ما نوا مش كيتخلص إيش كان يتخلص؟ الله يا ودي عمرت الطبلانة تاوي ما غدا أوي تغدا سيدي نهار مقرن برك 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 مرحبا بيك الله يا ودي مرحبا وحق الله بلا أقوتي صرف ربي إن كانت سيناد لي تغوف الفلا اللي خدتو شكيت مرحبا بيك هات سيدي سيدي هات فروخت مرحبا بيك في راكت اللي في راكت مرحبا بيك تستاهلت صومس تستاهلت شوف قريت نوعي نجوج المية ما تحتاج شيخ هلي هاتسي هالأمور كتاند أما سيدي الطالب المعاشي ما سنيت ما يقعد أورينك أتخدمت أرتلت لي بريك أغيول أغيولنا أغيول وصافي إنه كاري تخدم في بريك أريد أن يتسيس أبلاد البريك أغيول غيروا صافي سبحه هاتي نيت هنا ازواكي اللي يومين يقدر كان يكاغي حتى انت هاتي نفاس صدر كنيت والله استتويت بالله هاتي ناس يجروا كثير هاتي ناس استريت كمي اوهو ورتري على غير خدمه اخت بنيت ورتري كوهو اي كي ربي غريليس لا ورتري كي أما هو اللي قال الموظف أيه اللي أبو كانت بس تفرغت تيتريك صافي في دي الوقت تقدى الوقت في الشيش الحمد لله باش تسم الفلوس التنية للحياة عزم زاد الغلة الفلوس يغدرك الفلوس عاتين رات تعيشت اللي تريد كل الوقت تفلكي الدار مدن حب ونكم مدن أحب نسرك مدن تريد تهيت بسهولة الله يا ودي سبحان الله أما أوردك الفلوس حتى يزورك تريد القاضي يتعقد تعمر دبرة نواتي هذا كده وخص سكر وهو بلاش هذا سنفع أتعي بلا سكر قرينك حلا صباح لله كل ما دارو التورية شكي الدرمة يفاكينا تيولو يقول السكر عما ولي دار الفلوس والله يا ودي هاوي تاخد كاوكاو تاو ما غد اللوز تاو ما غد اللوز هاوي دي سي فلان اللوز القرقيع تسمي الفرق مقور ولي دار الفلوس ولي ودار الفلوس تفهم؟ إذن ولي دار الفلوس
ناصح بسبيل الله هادو التيلت سير هادو تنصت غوايوك هادو تصات غوايوك ولو دار الفلوس هادو تصات غوايوك ولا تفكر تغزمك حيت غنتكشم مثلا نضرت سنتك راهو مدا غيز الغيز راه نتغيزت شنو راه ورديت غليت واللي زرني الزمان تيهن واللي زرني الزمان هادو ريتيل هادو ريت صايس تيسمي ما صريح بسبب لا غايدا لا دولنا غيك اللي لا نتيني ما قمت ترى ما تقبل مس الناصحة هيدا غايبة كراويد راه تنتعجب كراويد هذاك منو هو بايتينو واش كمرنا بايتيني هناك سيدي واللي دار الفلوس تيهن واللي دار الفلوس هادو تيهن ياك يجا الشغل لك كني دار الفلوس راه تيهن ودار الفلوس راه تيهن يجا الشغل لك يا راه غير مال ها زعما كي دار كيعبد الفلوس كي اللي سوى لنا غير هذا خطاك النصيحة دارك الفلوس ها عرف لا دفعت بوخ داك بول ها من راه ذاك الفلوس يزال كلانتي او تيت كي يختي دار كيس كي يختي دار كيس او تيت ياك هذاك الناس ديتني كوهو ياك لقى زعما كذاك التيني دتي بانا ياك داك ديتني كاع تي بانا داك تنا ياك تما غير تي بانا ها او تيت كي يدير ياك دار كيس اش كنت هذا اختيني النصائح صحيح دار كاع اللي تيهال ولا الوقت يا اختي كي دار كاس تيهال هي كي زوار تيهال كي الاول يا اختي كي دار كاس بزاف يا اختي كي دار كاس او تي ها غير اللي غداك ستنوره يا اختي كي دار كاس تيهال ولكن انا ورزدرت ورزدرت تيهال ورزدرت وفيت بعدي ورزدرت حيت ورزدرت الفلوس كانت ورا صور خوهم ورا صور كيف فهمتن شاهدين وفا صور كي واحدين ورا صور خفوايون كانوا عارف نسولو واللي دار الفلوس واللي دار الفلوس شاقيهم كاتيني توغاتي ورتاهلغ ما دونينا نكي ورتاهلغ ما دونينا نورتاهلغ نكي تلق ما دونتينا نوري ملا ما قرخت السيدة انت دار العدول نتكاتب نعيش شهر ونص ونتفاهم نتلق نقرادنا نتفاهم نقرادنا السلام عليكم نتلق ها السنة زريع غيس ياك او هكا اسيدي لكن انت راجل تجوج انت شكون قال لكم انا ما تجوجش شكون قال لكم انا ما تجوجش وتلقت وما جبتو خبار عارفه شنو كاين في عقلي ما تعرف عارفه شنو كندير في اجالي واش تجوجت شكون قال لك انا ما تجوجش باش نوضح لكم دائما ما تحكموش على المظاهر حيت المظاهر غير قال عمرك تعرف بنادم شنو كيدير شنو كاين في عقلو واش باغي يتزوج ولا كاع ما بغاش شكون قال لكم انا كاع ما كنفكر في الزواج انا اللي ما بغيتش الزواج شكون قال لكم بانه انا اللي ما بغيتش البنات ما تعرفش انت بانه انا اللي ما بغيتش البنات البنات كيحبوني كيحمقوا عليا وانا ما بغيتهمش دائما راكم عارفين البنات كيدير عمركم تعرفوا بلاد مش لهم في الباص ديالو شكون قال لكم بانه انا ما تجوش المهم يكون خير ان شاء الله بحول الله ونتمنى هذه النصيحه تعجبكم المهم حنا داكشي اللي قدرنا عليه قلناها لكم وهذه النصيحه بسبب الله عندك فلوس تجوش ما عندكش فلوس لا تجوش وانت دابا ما عندكش فلوس باش تعيش باش تخلص الكرة باش تخلص الضوء باش تخلص الماء المغرب هاد البلاد راه والو المغرب راه هكا اللي دينا باش نشرح لكم المغرب راه تعول على شي مستقبل هنا والو راه لا عدد البشر لا عدد الناس خدموا حياتهم كاملين قال لك والو طب دار ما درنا ايش باش نشرح لكم باش تفهموا قضية صعيبة معقدة انا نصيحة بسبب الله اللي عنده الفلوس يتجوج اللي ما عندهش فلوس ما يتجوج الا ما تجوجش اش غيوقع عادي كاين اللي مشكل هادو اللي تجوجوا كفار اللي تجوج كفار راه شحال واحد دابا تجوج هاد السيمانه الشهر قال لك المحكمه قال لك سيدي ما تفهمناش
ما هو السبب؟ قال لك تقول لي المرأة ما قادرش على المسؤولية. آه كرفسني يا سيدي، كرفسني كرفسني يا سيدي، كيقول لي الهضرة الخايبة، ما كيجيب ليش الماكلة، ما تهلاش فيا، كيسبني كيعيرني كيدير ليا كيضربني. هاي كيمشيو الطلاق. الله اتهمك كاع، تقول لي بغى يقتلني ولا بغى يدير فيا شي جريمة. تلقوني يا سيدي، هذا مجرم هذا، يا الله وظلمك واتهمك بالجريمة. ما عارفين جات شي واش كاين ديال المشاكل اللي كاين في الجواج. الجواج فيه المشاكل، تقول لك سيدي ما بقيتش كاع عجبتيني، سيدي ما بقيتش باغي، امراه هي تقول لك ما بقيتكش. يقدر شي حاجة بسيطة جدا وتخرب لكم حياتكم. يا الله يقدر دابا هي تشوفك واقفة مع شي سيدة كتسولك، ولا كنتي عرفتيها توقفها لك كتهضر معاها تقول لك لا سيدي كتخوني طلقني، كلشي تخرب في البلاصة. يا الله مش تعرفوا المشاكل اللي كاينين في داكشي، فيه المشاكل، الجواج كله مشاكل. الا دوزتي شي نهار مزيان، ولكن الا عندك الفلوس غادي تدوز كلشي. فلوس ما فيش مشاكل، فلوس صحيحة ما عندكش مشاكل، فين غايجيو المشاكل؟ وهذيك السيدة على تخليك يكون المشاكل، ما غاديش يكون المشاكل، تكون معاك انت بوحدك وبخير وعيش مع حياتك وتكون معاك في اي وقت وتخاف عليك، حيت فين غادي تلقى احسن منك؟ اما الا كنتي طالب المعيشة وقد الحال شكون بغاك؟ حتى واحدة ما تبغيكش. يقول لك يا سيدي الشمكارة ديال الخلا، الا مشى شمكار يجي شمكار هكذا يقول لي. ولكن الا عندك الفلوس موظف تقول لك هذا راجلي فين نلقى بحالو، انا كنبغيك تموت علي، حيت عارفة هي المستقبل ديالها ناجحة معاك، حيت دابا هاد الحياة كلشي كيشوف حسابو المستقبل ديالو، وعارفة بأنه ربما سمحت فيك راه تجيبها من غدا، وانت مقبول في اي بلاصة، اي بلاصة مشيتي تخطف فيه مقبول، ولا حد غادي يقول لك لا. ماشي بحال طالب المعاشي هاتو ورن حاضر، وهو هاتي غصاد ورن حاضر، ورن حاضر غصاد تعرف حالك. اما اللي عندي فلوس آه الله يا ودي مرحبا بيك، مرحبا بيك، مرحبا. ما تعيد ما يسمينك هاتي يساوي شريف لالي دياتي السيدة نعم يخدم السن خول السن طورين كل السن خول ما تسالي ما برحبا بك يا سيدي الله ودي برك. اما هو اللي ردى الفلوس هاتي غصد ورن حاضر سامحة. هادشي كاين ولا ما كاينش؟ هادشي راه كتعيشو مباشر يوميا، كتعيشو هادشي يوميا، هادشي اللي كاين كيصدرو كاع بالفن. وكاين كاين شي واحدين كيقول لك دابا يا سيدي ما كان تورينك سيدي، انا بني انا كنبني. انت بنيت دقيت المعلم اوه خدامه ديا خدامه هلا تقيت وراك تقيت المعلم اوه رجع المعلم القرينه هكا كيقول مع راسو من الداخل ديالو القرينه زال الصباح لله إنك خدام كيكا ما كيسي قال معلم كوري قال معلم راه ديسنا هامر، حيت المعلمين انا كنت طامزني ميك الفلوس وما خدام واتسنت بات سكرتيوي هذاك النية تجمعت رئيسك ربي التاول ان شاء الله يكون خير اسف يكون خير والو صباحان يا دين تسول تسلسل ايوا مع ربي ما استنام يا ربي ما استنام زول ما صافي النوايا سيك انا النوايا نخطب كامل لا انا جمعت كي تفرقت جمعت كي تفرقت كامل لي عطيتني يور كتري داك سيدي درك كروادي قال الموظف يور يور كتري بلا تعدى بلا هي وبلا تسخسات انت فرقت يور كتري صافي صدر لك سفن هو اللي دار الفلوس اياها سيدي ريخت يا ريخت تفيت سنة تسكرك التليفون مع 8 تفيت سنة مع 12 مع 11 وتشوش في الليل تقصد تقصد اكتوي كرانتات تقصد في الليل كارقيك تسقصاتك صباح تزويت ريخ كي غزريت مش كاسك كتير غتفرق تحبوك
سبحان الله كل شيء على ود الفلوس، حيت ما غنت في زيد فيا. اذا ما القلب ما دار الا هو اللي بدا الفلوس، اما هو اللي دار الفلوس تيسري الحياه نسق كليه، يعيش حياه نسق كليه. هكذا كيسكر وشي اللي داز كلهم بدنا حب انت، كلهم بدنا رند درس الفلوس يغور ذاك الفلوس كله ما وكح من مدنه. الناس كأطلع من معشي سحب ربي رسول الله تفو قرينا هكا لي اما اعرب ردلي من انت شرع شي يقول هذا الوجه الصفر الصباح لله بالك فاش تعمل فاش تخدم عرفتك منين طالب ماشي الله يقسم وقف يقسم وقف الله يقسم وقف وتجي عندنا حنا لا يسهل لا يسهل لا يسهل ما هو خايف الجبل لا يسهل اي بلا ما تعذب راسك انا نقول لك بسبب الله بلا ما تعذب راسك راه تضيع وقتك هذاك الشيء اللي كاين غير الا تزوجتي في المغرب الا كنتي طالب ماشي الا قبلت عليك شي وحده الا قبلت عليك شي وحده اما الا كان فيها شي ديفو الا كان فيها شي ديفو يقدر تقبل عليا راه هذا الشيء اللي كاين باش ما نخبوش نمشيو غرب هذا هو الجوج في المغرب عندك غادي تزوج ما عندك حتى واحد ما حتى وحده ما تقبل عليك بلاتي نفكر يصدق الفن الله نقدر باي يقول لها سيدي قولي لي لا قولي لي لا قولي لي انت لا كتقول لك هي لا يا الله لو كان بغات كتقول لك هي كما قلنا اللي بغاك قابل بك كيما كنتي بدون نقاش اللي بغاك قابل بك كيما كنتي السلام عليكم اللي بغاك قابل بك يكون عندك الفلوس ولا ما يكونش عندك الفلوس ولكن راه حتى شي وحده ما تبغيك الا ما عندكش الفلوس ما تبغيكش البنات يحبوا المال يحبوا شي واحد لاباس عليه الفرق كبير شوف دابا البنت الا عندك الفلوس كيفاش كتعامل معك مثلا انت عندك واحد 3000 درهم في جيبك تشوف هذيك 3000 درهم شوف كيفاش تتعامل معك شوف كيفاش تتعامل معك واحد الحنانات عنقك هكا دير لك هكا دير لك العباد الى عندك الفلوس اما الى ما عندكش الفلوس الى حطتك الوقت تقول لك لا مالي الدار كيتسناوني يلا بسلامه بسلامه نسيت وتلقى الى ما عندكش الفلوس مثلا تقول لها 100 درهم اللي عندي في جيبي تفو ما تدويش معايا مع الصبر مع الصبار الصباح ما عرفت مالك يا كلابات ما عنديش الخاطر هكا كتلقى البنت كنقولها لك حيت انت ما عندكش المزون وانت انت بنتوم ما فهمهاش ولكن اللي عنده الفلوس ياك بخير تقول لك بخير وحق الله ان شاء الله نقول لك ما عرفتش كنحس واحد الاحساس من جهتك سبحان الله هاد الاحساس ما عمري حسيته مع شي واحد انت مكمول عندك الفلوس شوف الفتاة كيفاش غادي تعيش معاك الفلوس هي هادوك الفلوس اللي في جيبك هما اللي حطوك الموهبه هما اللي حطوك القيمه هادوك الفلوس هادوك الفلوسات اللي كاينين عندك في الجيب هما اللي حطوك واحد القيمه واحد الحب كبير وتحبك البنت وتحمق عليك تسول فيك الصباح العشيه اما جاب الله ما عندكش الفلوس قلت لك شفت عندك 100 درهم في جيبك تصون عليها تقطع عليك يكون على يقين ما تسولش فيك اش تسول فيك تصون عليها مره الاولى الثانيه تقول لك اش باغي الصباحات لله ضرني راسي ما تدويش معايا ضرني راسي انسى هاد المره الله يرحم ليك الوالدين انت راه مريض اصاحبي انت راه مريض هكا ما عندك الفلوس نعم يا حبيبه اللي بغيتي حبيبي وحق الله والله الا تمنيت نتلاقى معك دابا ما كرهتش نتلاقى معك شوف الفرق اللي عندي الفلوس اللي ما عنديش الفلوس وتلقى كلهم هما اللي الدار باغي يهضروا معاك هما اللي الدار كلهم باغيين يهضروا معاك ما عندكش الفلوس حتى واحد ما بغاش يهضر معاك <تصفيق
باش تعرف سبحان الله، الدنيا هي هذه، الحياة هي هذه. دائما إنسان يتق الله، يتق بصيغة ربي الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ما تقولش بأنه أنت محقور في هذه البلاد. لاش تقول بأنه محقور؟ ما تقولش بأنه أنت واحدة من قبلت عليا. أنت فيك المشكل وما جبتش خبر. المشكل فين عندك؟ في جيبك. خاوي. جيبك خاوي. تما فاش عندك المشكل. ولكن النهار اللي غادي يعمر جيبك بالفلوس وتكون راجل تخدم مزيان ويكون عندك الفلوس في المستوى، تكون عندك ربما واحد 100 مليون في الكونت ورد عليه، هما يجيو يقلبوا عليك، هما يدقوا عليك، هما ينقروا عليك. ما تحتاج كاع انت ما تهضر لتا حاجه، هما يجيو. شحال عنده؟ 100 مليون في الكونت. راه راه النمره، راه النمره تصون عليك البنت ديريكت. كيدير صافا هانيا كلشي مزيان. انا عرفتك شحال هادي، شحال هادي كنعرفك. انت ما عقلتيش عليا، كندوي معاك بشويه صباح الخير بشويه بشويه. تدخل الاحساس صافي، انت تقول لي مزيان وتلقى معها، ومن اللي غادي تلقى معها تكون زوينه لابسه مزيان دايره الماكياج، غادي تكون كيما بغيتي انت. باش نشرح لكم، غتكون معاك كيما بغيتي وانت تشوفها تعجبك. سبحان الله، ما عمري شفت انا شي وحده بحالك انت. شوف نقيه، الريحه زوينه، كلشي نقيه، الفتاة رائعه جدا. من بعد تخرج معاك اليوم غدا تقول لك دابا طولنا في هذا الشيء، اجي خطبنا للدار، وتقول لها ايه هي نجي نخطبك. صافي بسم الله سيدي، صافي انت كتمشي توجد المسائل ديالك وكتخطبها. سبحان الله بالفن. من بعد الخطبه ايوا دابا ملي خطبنا نوجدوا العرس. اذا ما كاين حتى شي مشكل، لا ما كاين حتى شي مشكل، العرس في البلاصه بسهوله. بعد السيمانه ال 15 انت عايش مع مرتك في الدار بخير. سبحان الله، كيفاش هادشي توقع؟ هادشي دغيا سبحان الله. تلاقينا في التليفون، شفتها، خطبتها، تزوجت بها بخير. الامور مقاده، السبب الفلوس فقط، الفلوس. وعاجلي عندك الفلوس كلهم الامور غادي تقادو، القضيه مفرشه بالورد. ما عندكش الفلوس الحفاري، تنزل في الحفره تطلع هادي وتنزل في الاخرى، بدات تغرق في الحفاري، ما عندكش الفلوس. هذا هو الجوج في المغرب، باش نشرح لكم، هذا هو الواقع. هادشي اللي كاين، كاين الفرق كبير. الى تزوجتي كاين الفرق كبير، الى ما تزوجتي كاين فرق كبير. دابا نعطيكم مثال، انت الى تزوجتي كتنعس مع مرتك، نعس مع مرتك بخير، كتعيش الحياه كيما بغيتي. اللي ما مزوج مسكين كتلقى فايق، طلع عليه الدم، بغينا يطلع عليه الدم، المشاكل يبدا يفكر، الوحداني يبدا يفكر، كثرت المشاكل. تلقى الصباح فايق مع 6 الصباح قال لك نمشيو نترزقوا، ندبروا على راسنا نترزقوا نمشيو. كتمشي، يمشي الموق ولا يمشي يصيك شي كروسه يدبرها على راسه. كاين ولا ما كاينش؟ من اللي عندي الفلوس يرعس حتى ل10، يرعس حتى ل10 ويفيق هادي. ملي يفيق يلقى مرته وجدات الفطور، يفطروا بعضياتهم، كيفطروا بعضياتهم عايشين بخير. بل كيفطروا كتلقاهم ضاحكين بعضياتهم، والضحك والنشاط كيتمتعوا بعضياتهم. فين لقيتي انت اللي ما عندكش الفلوس؟ فين لقيتي؟ فين لقيتي تعيش شي وحده؟ تلقى مرتك تضحك نشطه مع راسك، تضحكك، كتعاود لك شي قصه، تلقاهم كيضحكوا بعضياتهم في الفطور، يضحكوا في الغداء، وكلشي بخير. كيقول لك الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، نشكرك تصيد ربي الحمد لله، تنشكرك تصيد ربي الحمد لله، الله نزل الحياة هذه. ها الحياة تختلي ستيها المشي، ألا غنقى واحد ما. كاين الفرق كبير اللي مجوج واللي ما مجوج. اللي ما مجوج راه ما دوزتي حياتك، باش نشرحك، أنت راه غير كيصحاب لك دوزتي حياتك، راه ما دوزتيش حياتك. اللي مجوج هو اللي دوز حياته. كاع
كيضحك مع مرته وناشط معاها كيتمتع فيها في اللي يتمتع فيها اي وقت اي وقت محتاج مرته. والحب واحد الاحساس كيقول لها اجي جلسي حدايا نظارك عليك جلسي حدايا كنحس واحد الاحساس واحد الحب رائع جدا. ما كاين لا مال ما كاين والو واحد الحب رائع جدا. امي شبعت من مرته قلت لك تمنيت انا نعيش مع مرتي في الصباح العشيه هذا ما يفوت الشهر غادي ما بقاش يحملها وهالو كلشي كذوب ها كيضحكوا عليكم ما كاينش داكشي في الزواج الا كان الحب ما كاينش داكشي عمري يكون الملل ما كاينش في الحب الملل كاين في الحب مزور فاش كاين ما الملل ما كاينش في الزواج هذاك داكشي الضحك كيقول لك لا بعد الشهر غادي يتمل ها كذوب. الحب الحب واحد الاحساس الحب ما كيخليش تمل نهائيا كيبقى داك الحب دائما مع هذيك السيده كتحبها وهذاك الحب ما عندوش النهايه كيبقى معك حياتك كامل كيكون هذاك الحب قوي بعضياتكم ممكن تحبوا بعضياتكم وسعدات الناس اللي كيحبوا بعضياتهم هادشي اللي كاين هذا هو الزواج في المغرب هذه هي الحياه باش نشرح لكم كاين اللي عنده الزهر القى التفاحه ديالو ودايرين ليه التفليت وعايشين حياتهم فوق جنه فوق الارض بخير كاين اللي مسكين ما مجوش كيتعذب كيتفقس انا ريكو كنت بحال هاد الفلان شوف هذا تجوج مع مرتو بخير شكون بحالو وكان هادشي اللي كنقولو دابا اللي كيتمتعوا في الجواز ديالهم الا كنتي موظف عندك الفلوس عندك تقول باينه ولا راه ما عندكش فلوس هذا الشيء امتى كيتقاد عندك الفلوس دابا نعطيك مثال انت مثلا طالب المعيشه الطبله ديال الفطور ديالك اش غادي يكون فيها الخبز والزيت والزيت الخبز والزيت والبريدات هذا الشيء اللي عند الطالب المعيشه ولكن الموظف تلقى الحلويات تلقى العصير تلقى دوك القبطان ديال ديال الكبده ديال 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 الشوايه يقدر يفطر بالشوايه يقدر يفطر بشي حاجه زوينه يقدر يفطر بالقلب ديال 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 الحجال ولا ديال شي حاجه كتلقى الفطور ديالو الطبله ديال الفطور كتشهي فيها العصير فيها القهوه فيها الحليب فيها الشوا ربما ديال كيفطر بهم المهم فيه جميع داكشي اللي كيتشهى اللي عزيز عليه باش يفطر فيه كتلقى فريق الطبله طبله عامرة طبله فيها كل شيء فيها الحلويات فيها العصير اللي هو فيها لابوكا فيها اللي بغيتي اما الطالب المعاشي الخبز والزيت وبريداتي هاد الثلاثه الطالب المعاشي ما عندوش الطبله ديالهم هما بحال اللي لاباس عليا باش تعرفوا الفرق اللي عنده الفلوس واللي ما عندهش والطالب المعاشي الغداء تلقى عنده العدس مغدي بالعدس اللي موظف كتلقى طاجين طاجين ودجاجه محمره كيدوز الطاجين كيحط ربما الطاجين ومن بعد الطاجين على حسب كاين اللي كيحط الدجاجه الاولى دجاجه محمره بالفريت ديالها بالمسائل كياكلوا الدجاجه من بعد كيدوزوا الطاجين من بعد الطاجين الديسير كاين ولا ما كاينش اللي عندهم فلوس كيتغدوا بهذه الطريقه هذه هي الغداء ديالهم اما الناس اللي بغوا صدقة الحال العدس ولا باتسي هو الشيء اللي بكري صحاب ربي رسول الله نقابله غدا يسلم نزود على نقا كاين الفرق كبير اللي عنده الفلوس واللي ما عندهش الفلوس اللي عنده الفلوس دوز حياته دوز حياته كيتمتع في الحياة ديالو اللي ما عندوش الفلوس راه ما دوز حياته ولا حتى شي حاجه شوف الفطور ديال اللي عنده فلوس شوف اللي ما عندوش الفلوس شوف الغداء ديال الفطور وشوفوا اللي عنده الفلوس العشاء ديالو تلقى عنده حط البسطيلا ولا شي حاجه في العشاء يحطها هذاك هذاك تلقاه مع الشي بالروز ولا الحصيده شي رقيقه حيت ما عندوش باش غادي يعيش هادشي كاين باش تعرفوا الفرق كبير جدا اللي عنده راه عنده اللي عنده الفلوس راه هو اللي دوز حياته اللي ما عندوش مسكين الفلوس دائما كتلقاه ديما كيقول لك خصنا الفلوس ما عندناش كتلقاه معقد في حياته وهذا هو الطريقه وماشي كلشي باش نشرح لكم راه ماشي كلشي
كاين اللي دابا كتلقى دابا مثلا المنازل كتلقى واحد الدار بخير ما فيها المشاكل، كتلقى واحد الدار عامره بالمشاكل، ما كتكون واحد التفاهم ما كايناش غير المرات على حسب، على حسب الا ربما كاين بعض المشاكل يكونوا بعض المشاكل، وفي نفس الوقت اللي عنده الفلوس هو اللي يدوز حياته. هادشي غادي نقول لكم ما كي ذكر الفلوس وردري الفلوس لقينا نعمقني ازدرت الفلوس تاكي وردك الفلوس ياك تاكي وردري الفلوس ما خي غداري لنا قبيله واحد البنت درت واحد اللايف في تيك توك، وكان درت اللايف وطلعت بعد الدراري وتا انا كنت معهم كنتصمت لهم ويقول لهم واش كاين شي واحد باغي يتزوج يزغوني الا كراوه ديال ربي ريته غير ما الا ما يرن الزمان الناس بزاف نكي كيري الزمان يذكر الفلوس الناس بيزاف له نازل قرينا مازال سرتيهلت ايمي هكا ايوا الصبر الصبر وصف ايوا هو اللي دار الدنيا تاتي يزري الحياه نس هو اللي قال لنا ودار والو قال لنا تي اريد تسلك اين داز ديونو الثاني يصبر ساس يا مناس القدر نصيب ربي في الدين يغيشا سيم كليس العداسي إنك الحمد لله نشكر ربي الحمد لله سبيه خير إنك يزدوني دغي كانت تقع ولكن لو قتلي الشرب سليلة الشواء وراسو إيش العداس إغداس تيتسرس دعما سنطبري إنك صحب ربي رسول الله تسرس مغدا الماضي باش تسمى الفرق هالي هو اللي عيش نغني بزاف الحوايج في الكينين هاتو ولادك ولادك مثلا غير هذاك هو يعيش خكران تمي تنقيت في الكيك يش كلشي هذاك يعيش اخت تمي عادي وراك تعيش داك لا سيدي كوري تعيش بخصه داري لي الدوش الماء السخون داري الثاني خص سبختي في الكين تي كرا الحاجه اللي في الكين يا سيدي كادي سي كي عاتي تمي زر الفلاش صاكي لي دكا هادو لي يعجبك هو خصك هاد السخكرات في الميفولكين باش تسمي الفرق اما هو اللي كان دريوش يقرع سرس راه يقرع حتى الحوش حيت بدا الفلوس هنا كان راه زاد سكت هو ثاني الفلوس نقرع نكون حتى البراكايد راه يقرع حتى البراكه هو اللي دار الفلوس تاع في التين ديما يسخكر الحاجه في الفولكين حيت درت الفلوس بس الفلوس راه داك يسخ هاد الخكرات ديما هادي في البلاصه اللي فولكين كان البلاصه اللي في جيج استغيث الفلوس ربي داسي فيه شي البشر فهم البرامج اللي قاعد باش تسبب الفرق بين واللي دار الفلوس واللي ما دار الفلوس الا الفرق كبير بزاف ايوا ادي صح ربي في اللون وانا دارو الفلوس هاد الفلوس صح ربي وانا راني جاي هاد الفلوس صح ربي و وانا راني يتلق هاد الفلاسي صهر بيتلق يفوق المشاكل هو الوقت كانت تقاوكيس العيب يختلق تقاوكيس العيب عادي غير المشكل تما قرم غاصلي زوارنا ورد نفهم تلق هاد تلق في صالحين كيد صالحين سنتات تهنو كل يعني لك متورين هادي وكان تبضون طافي على السلامة نمي اللي على السلامة نمي اللي اللي اختفوك كيد المجري منا على السلامة اما رزماتي رزماتي انا فلاس اخويا هذا سما تاك داويد نس على السلامة ما الا نختلق هذه سات تفرح يكرفسي اللي يكرفسيت في عاسي اللي يكرفسيت وري السنس القيمه وري سي طلع اي اما غور بيد سيتي ما انا كسيدي واه يا إفاقيس كل غان يفرد قيس
ار ستي سي ار دي سي تمي و جو دي زيركرا مع ريفولكين هاكاك دار سي تمس ياسر سنتو غيضا ياسر سنتو غيضا ذاك اللي سنميغ اش كاين نيت سيرك ميغ كاليك بردني غدي نص باق 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 ما يوقع ما يجرى روح روح مدينة عتي عتي نخلص اسي قدام ما يدي نخلص اسي قدام هاي اللي سيت لي الزمان نزل الزمان نور تما قد قرم اخكار قرم نسر اسرتني بالنقص اسرك هي نقدو الصباط دو الصباط اوكي عليك ارتسولت ارتسولت اي غيول ارتسولت انا خدتوش كي تيوتين تحدر درت ضلبت غير هذا تيوت صغير هذا الفلات سوفتي دمر اش كي اش كي دي بابا كاكر باق 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 تافيت سن حتى انت تعاون اسلم امزاتي يد اكين تكات حتى انت صغر باق 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 ليه كومان كهلي ما راد اسن تسكرت كومان كهلي غير كان يسكر متاوري يسكر يستاوري تبرد مجيس الغضايت مزيان يفولي هذا اسم ما يقرأ يكرفسي اللي يتنغ آي باش أتفهمت باش أتسم ولي يدر الفلس ولي يدر الفلس أما ولي يدر الفلس هاتي ورا التيني لكم حتى الله هو دستيني مكرا عشان يجي نخسر كله أما سنتين بيه هو دستيني مكرا هان غوانا تم دوكلين وينا وخيجا دقوالينو أم دوكلين وينا عمراتر غاي لي دسني علي فيك علي ياك الفلوس اللي غير تهلا ما كون يخصان تغني يخصك راك تدوم دارتني ما استثير وراكم يجي شبر ريعتي قبل البني هذي تاق 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 لاباس بخير هانيا ايوا لاباس تهناك شمالك شمال عاني وش كذا نزرو لك مادنا مزياني فولكي شيني منسي بخير يا ربي قريت نعطي نغامة وحق الله انجريدي نغامة خير الفلوس تصير الوقت والسند مش كاكي خصان يا 40 الفريق ارحم ربي الوالي هاتي صافي الامور تقدا تصبحوا على خير تصبحوا على خير تعرفيتي الامور تقدا ورغم المشاكل واللي ما عندك تمغلى حاجه سبحان الله الامور كله تقدا بس الفلوس فقط هاي ورغم كرا اللي مشي اللي غدر بالفلوس كله الامور تقدا وانا كيسول هيك أما اللي دار لي الفلوس تغلبت قرنت هذا تنى الدريت ماس واللي تلي الدرس ايت ماس اول على غيكا يغور درس ايت ماس هاتي دارك الزهر هاد اللي ورات تعاني تغل مشكلة شوية إذا لا دون غيكا تلقى هذا غي ستار ربي عرفتي من الصوت راه هل غيدلو رجو الزريم راه تزريم غدوني تاعي وانا ان تقول لا ترخى ايجن يسافوسنس وقت ليت نوا ماشي اي السنة صوتي مش قد نركز في لدني الزمان عندك تين هو الجواج جواجاتي فولكي ورتسم المشكلة اللي غني تين هو هذي بلاتي هذا كنت كشمت تزرت المشاكل بزاف بزاف أما غور تهلت تهلت بخير أول سنة تقليت تقليت تشت تقنت أولي لما ذاكين نهويت لها تحاجة بخير ودرك مجهور دك تزالين بخير تشكر ديما أجد غرانك تشكر لك أما اختهلت ودرك سولا وشولا إلا السفر ولا غير لكن مزيان أسيدة تسافرت مزيان يساد لي تهر خسرك هي ولا تسافر هي تفلت غير وحدين وحشو ما فلك هي تفلت وحدين وهي كادي سيدي غا تسافر تديك مور تسقيك المهم المشاكل كنت مع الأسف اللايف هادي رقيس المشاهدة مع الأسف هاد اللايف ما فيها المشاهدات ولكن غادي نعاودوه ان شاء الله بحول الله غادي نعاود هاد اللايف بعد غدا ان شاء الله غادي حنا دابا هاد اللايف اللي درنا لكم غادي نخدموا به غدا وبغدا
إن شاء الله يكون خير إن شاء الله، والله يسهل لكم. ودي هي الحياة، اللي قادر يتزوج يتزوج، اللي ما قادرش بلا ما تزوج، اللي ما عندوش فلوس أنا ننصحه بسم الله ما تزوج، راك تضيع وقتك ما تزوج. إن شاء الله يكون خير، والله يسهل على الجميع، الله يوفق الجميع. هادشي اللي كاين، ونسبة على حسب البنات، إلا ما تزوجتي راه عادي باش تكون حسن، إلا تزوجتي وطحتي في المشاكل، وإلا إلا ما تزوجتي وحري الراس كون قيها بخير شكون حسن. حسن إلا بقيتي، بقيتي ما مزوجة عادي بخير، نتيا بشرفك وبخير، تا كون يجي ولد الناس مالك زربانة فين غادية، هادي نهاية العالم مالك، تا كون يجي الى ما جا هاد العام يجي العام الجاي، قلبي ديري السبب وغادي تلقاي ان شاء الله، تلقاي ولد الناس مكمول عنده الوظيفه ديالو عنده الدار عنده كلشي، علاش انت تمشي عند مخيات ديال الطالب المعاشي؟ علاش اش غادي اش غادي اش كيقول لك عقلك؟ تمشي عند شي واحد تقول لك لا سيدي انا نستر راسي، انا باغي غير نستر راسي، علاش مالك زربانه فين غاديه؟ شو يعني حتى وكنت تلقاي ولد الناس مكمول عنده كلشي دائما عن طريقة ماشي، اللهم تكوني في داركم بخير، ولا تمشي عند شي واحد يتكرفص عليك ما كليتي ما شربتي وما شي من بعد تفوت الشهر وتلقى المشاكل وتخليهم وخرج عليك، خرج على حياتك وشارك الشرف ديالك، ولا ما بقيتيش وليتي بنت وليتي امرأة. راكم عارفين هاد الدنيا دابا هاد الزمان في المغرب دابا حاليا شي واحد داس في الجواج صعيب صعيب تجوج، يقول لها سيدي نجيب بنت بشرفها، احنا غادي يجيو العائلة غادي يجيو هنا غادي نتزوج بنت بنت بشرفها وكلشي، يقبل عليك شي واحد الا درتي واحد، الا كنتي متلقى تيوزهرك تسني دا يجي شي واحد داز في الجواج تا هو عنده المشاكل ولا تلقى مرتو يديك هادشي اللي كاين، هادشي كاين رجعتي لداركم ما تبقاي فيه، وعلى تجوجتي واحد المدة على حسب، إلا كنتي بوكس أو زوينة أو مقبولة غادي غادي تزوجي، غادي تزوجو بيك بزربة، إلا كنتي شوية قضية راه كتكون صعيبة بزاف، حيت الناس كيعتمدو على الشرف، هادشي اللي كاين كيقولك أسيدي نمشي نجيب بنت شحال غنخسر، يا السيدة يحضر لي بنتو، واخا أنا في عمري 40 سنة غنجيب واحد 18 سنة فيها كيدير مشكلة هي بغاتني. ماشي يقولك لا سيدي انا نمشي نجيب وحده متلقه، ما كيقولك ماشي اللي بقى لي انا نجيب تيتي زواله شي حاجه كلاس شي حاجه، انا نمشي ماطيش الخامجه يقولها ماطيش الخامجه يقولها هذوك اللي متلقين اللي على حسب، حيت الناس ماشي بحال بحال، كل واحد هويا كل واحد هو، وكاين على حسب الحب، الا كان الحب الا كان ربما بغاها ربما يقدر يتزوج بها الا كان بغا، لكن ان شاء الله هذاك السيد بغى هذيك السيده واخا تلقى واخا تلقى ولا ربما عندها ولادها ولا شي حاجه يقدر يتزوج بها الا كان بغاها كيبغيها، كتكون واحد العلاقه الحب قال لك سيدي انا قابل بها، حيت الرجال ماشي بحال بحال، كل واحد والنفسيه ديالو كل واحد والشرف ديالو، كاين اللي قال لك عادي فين كاين نتزوج شي وحده متلقه فين كاين المشكل، ما كاين حتى شي مشكل، كاين اللي كيقول لك لا خصني نجيب شي وحده بشرفها، احنا عندنا العائله اش غايقولوا الناس، انا خصني نجيب اسيدي شي واحده بشرفها ومتقدم، ضحكت بانت بشرفها هيا جبتها بشرفها، كاين الفرق كبير جدا. اذا كتلقى بعض المرات كيقول لك اسيدي كاع ما يتزوجوا البنات يتزوجوا الهجالات، هذوك اللي متلقين كاع ما كيقول لهم واحد شي واحد، كاع الناس كاع ما يدوا البنات بشرفهم يدوا اللي متلقات عادي، ما يبقاش فيك الحال لا شي يبقى فيك الحال، لكن تي متلقى لا شي يبقى فيك الحال، جا شي واحد يتزوج بك مزيان ما جاش عيش حياتك، عيش حياتك اش تسنى شي واحد، المغرب هو هذا هادشي اللي كاين، المغرب راه تزوج ما يصدق ليك هاد البلاد هكا اللي دايره، يا ربي السلامه تزوجت ما يصدق ليك، باغي تزوج ما يصدق ليك، تقدر تزوجي شي واحد اجنبي تلقاي معاه بخير، تزوجي مغربي تقولي تندمي في حياتك، داك الشيء كيكون مشاكل بزاف مع الاسف الشديد، شحال من واحد ما تلقاش مع بنت الناس، شحال من واحده ما تلقاتش مع ولد الناس،
كيكون واحد المشكل غادي يدوز. اذا ما الدنيا غادي تدوز السلام عليكم. تزوجتي راه مزيان، ما تزوجتي راه عادي، حتى بالاخره دار البقوا غادي تزوج تكون مليانك تما عادي. فين كاين المشكل؟ ما كاينش مشكل، الدنيا دايزه غير واحد المرحله قصيره. تزوجتي راه مزيان، ما تزوجتي ما كاينش مشكل. انت غادي توصل هاد الساعتين، بغينا نكملو هاد الساعتين. يا 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 شوج دابا هي شوج الليل، 40 دقيقة ضروري خصنا نديرو الاخوان نديرو ساعتين، حيت هاد اللايف غادي يتعاود واخا كاع ما يكونو المشاهدة تنخدمو به غدا وبعد غدا. اذا هذا هو الواقع. المهم يكون خير ان شاء الله، والله يسهل على الجميع. اي واحد كيتمنى شي حاجه الله يوفقه ومسير موفقه، والحياه هي هادي، الدنيا هي هادي، امنوا بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت انا رايي الزواج راه زوين، الا تلاقيت مع بنت الناس غادي تعيشوا بعضياتكم بخير. ما يكذب عليك حتى شي واحد يقول لك شي واحد الزواج راه ما مزيان، الزواج زوين. ما يكذب عليك حتى شي واحد يقول لك لا سيدي راه داكشي فيه الملل، راه غير كذوب. الا كان واحد المرحله ديال الحب ما كاينش الملل نهائيا، عمرك تمل ابدا، باش نكون واضحين. الا كان الحب، الا ما كانش الحب الملل غيجيك في 3 ايام. الا جاب الله ما كتبغيهاش، ما كتحبها، ما عندكش واحد الاحساس للداخل ديالك، خصك تجرح الداخل ديالك. الكبده ديالك خصو يكون فيها الجرح في السبب، ها هي خصك تكون واحد الحب من هذا من فيها. الا كان فيك هذاك الجرح ديال الحب من جهه هذيك السيده اللي غادي تجوج بها، ما غادي يجيك كل الملل. الا كنتي انت ما كتبغيهاش وتجوجتي بها 3 ايام غايجيك الملل. الا كاع طولتي السيمانه غايجيك الملل، 15 يوم غادي يكون المشاكل، الشهر غادي تلقوا ضربة. اذا هذه الطريقه، المرحله الاولى. المرحله الثانيه اللي كنتي كتبغيها كتحب هذيك السيده وعندك الشرح لداخل ديالك، بعد 3 ايام ما غاديش تمل، بعد 15 يوم غادي تزيد واحد الحب رائع جدا، بعد الشهر الحياه ديالك بصح واحد الحب رائع جدا، بعد 4 شهور بعد سنه غادي يكون جوج حب، حب ولدك ولا بنتك ومرتك، يولي جوج الحب والملل عمر يكون. انا نقول خلي فيها، حيت الا كان واحد الحب يتغلب على الملل ما تملش، حيت انت عندك واحد الاحساس، عندك واحد الجسد ديالك، القلب ديالك والكبده ديالك، الدواء ديالها من هذيك السيده. ملي كتجلس معها كترتاح، ملي كتكون بعيد عليها هذاك الشرح كيجرحك الداخل ديالك. اذا ملي كتكون معها هذاك الشرح كيتداوى، وهذاك الشرح
ديال الحب، وفي نفس الوقت عمر يكون الملل وتبقى معك ديما وعمرك تسمح فيها، واخا يوقع اللي وقع عمرك تسمح فيها. ربما على حسب، حيت كل واحد هو، كل واحد هو. كاين عند المرات كيكون المشاكل في الحب كيصدقوا من فرقي، واخا كاين الحب على حسب انت الناس باش بحال بحال، كل واحد هو. المهم يكون خير ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. هادشي كنتمنى. ان شاء الله يكون خير، نتمنى صافي. كل شيء مابقاش كيتفرج فيا حتى شي واحد، بس شويه نعسو. مع الاسف، مع الاسف دابا هذا الموضوع زوين، هذا الموضوع فيه بزاف ديال النصائح، بزاف ديال الناس غادي يتفرجوا في هذا الموضوع، غيديروا بهذا الشيء اللي قلنا اليوم، وان شاء الله ناجحين 100%. ولكن مع الاسف كنشوفوا المشاهدات باكينج، واحد اللي كيتفرج فينا، واحد دابا نقولوا جوج الليل، بقات لينا 10 دقائق غنساليو اللايف. وهذا اللايف غادي يتعاود، اللي ما تصنت ليه بالبدايه غادي يتعاود هذا اللايف ان شاء الله غدا، غدا ان شاء الله غادي يتعاود اللايف، ويقدر يتعاود هذه الليله باقي على حسب. ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمنوا ان شاء الله يكون خير. دائما الانسان يدير النيه ويتكل على الله، ودائما ما تكونش واحد الخوف بحال هذاك الخوف اللي كتقول لا غيوقع علينا هنا، لا ما يكونش. بالنسبه الانسان قد الحال ايه من حقك تخاف، لكن الشخص قد الحال من تخاف معلوم، حيت اللي خاف نجا، اللي خاف نجا. وفي نفس الوقت هادشي الجوج فيه المشاكل، غادي تشرف، غادي بزاف ديال المشاكل، يقدر تفقد يا ربي السلام عقلك، مشاكل بزاف، خصوصا دابا حاليا 2023 والقضية معقدة تماما، ولا كلشي غالي، مسؤولية صعيبة. الله يحسن العوان، وحق الله لا يحسن العوان الناس اللي قد الحال. وهذا الشيء غادي نقولو، وفي نفس الوقت كل حاجة برزقها، هذا الشيء اللي الوليدات كيتزادوا برزقهم، المرأة كتجيب رزقها، والحياة هي ولا عنده راه عنده، اللي ما عندوش الصبر هكا وهكا تتمشي. اش غدير؟
ما عندك بديل الا الصبر، هكا وهكا تيدير الله تداوي. مع الأسف الشديد كما قلنا بحال هاد المواضيع اللي زوينة اللي غادي تستافدو منهم ما كاينينش مشاهدات مع الأسف. سبحان الله. بقينا بوحدي، بقيت بوحدي في اللايف.
والله العظيم حلو حق ولا ضحك لي واحد بالله ان شاء الله يكون خير، ونتمنى ان شاء الله غدا ان شاء الله ندير لكم قصه جديده ان شاء الله بحول الله، وان شاء الله بحول الله نشرح لكم المزيد ان شاء الله القصه ديال العهد غدا، قصه ديال الجوج ديال العهد، العهد بين واحد البنت وانا. غادي تبغوا تعرفوا فين كاين المشكل، واش هي ولا انا ديال العهد، غادي نهضروا عليها غدا ان شاء الله. ومن بعد بعد غدا كاينه قصه جديده عاوتاني ديال الزواج، انا وجوج بنات ان شاء الله بحول الله حتى هي غادي نهضروا عليها. وعندنا دابا كما قلنا 50 حلقه اللي عندنا ان شاء الله، 50 حلقه ديال القصه ديال الزواج ان شاء الله، غادي كل نهار نهضروا على قصه جديده ان شاء الله بحول الله، وفي نفس الوقت ان شاء الله بحول الله دائما نصائح ودائما جديد. وبعد الناس اللي كيتفرجوا فينا هذا الشيء كنقول اليوم، هاد النصائح غادي يديروا بهم باذن الله ان شاء الله، الامور غادي تقاد. والله يسهل عليكم، واللي باغيين يتزوجوا الله يطلق سراحهم باش يتزوجوا، والمشاكل ديال الطلاق وداك الشيء كامل الله يدوزها على خير ان شاء الله يكون خير. عادي جدا الا كان انسان ما فهمش يتلق ما كاين حتى شي مشكل. ثاني حاجه على حسب إنسان ما قادرش على الزواج عادي ما تزوجش عادي، قادر على الزواج تزوج، قادر عليه عادي عيش حياتك كما بغيتي، حياتي هادي والدنيا دايزة الحياة كدوز تزوج راه مزيان، ما تزوجش ما كاين حتى شي مشكل، الدري والبنت عادي حتى البنات تزوجتي مزيان ما تزوجتي ما عندكش شي مشكل، مالك شي وقع ها انت قاعد تزوج من بعد عيش حياتك. السلام عليكم، الدنيا راه غير دايزين فيها هادشي. السلام عليكم، هادشي كاين القضية صعيبة، ولاد الناس قلال وبنات الناس قلال، هذا هو السبب تعطيل الجواج وبزاف ديال المشاكل. شحال واحد باغي يتزوج، علاش ما تزوجش، علاش بزاف ديال المشاكل. حياتي عادي عادي، انا ما مزوج عادي، راني عايش حياتي بخير. دائما الانسان يامر بالقدر ديال الله سبحانه وتعالى ويثق بالله سبحانه وتعالى، حيت الله سبحانه وتعالى محب هذا الشيء بحال المدة غادي تجوج وتشد القضيه باقي. باش نشرح لكم، اللي بغى تجوج غادي تجوج، غير يصبر ان شاء الله وقلبي غادي تجوج، الدراري تاهم غادي تجوج وتشد الوقت مع مستقبل مع المدة، كل حاجه بوقتها. السلام عليكم، واش راه مكتئب؟ المكتب ديالك ما غادي يفيد، المكتب ديالك ما غادي يفيد، هادشي اللي كاين. ما تقولش لا، كل حاجه بوقتها، الا ما مكتبش راه ما مكتبش، كان مكتب راه غادي يجيك رزقك ما غادي يفيد. اذا شكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على اللايك ديالكم، غادي نسالي اللايف حيت ركزنا هاد الليله طولنا درنا ساعتين، هادشي بغينا نديرو ساعتين في اللايف، وساعتين كتكون قاصحة صعيبة بزاف، ساعتين كتكون صعيبة، ساعة كتكون نورمال، ولكن ساعتين كتكون القضية معقدة تماما.
المهم يكون خير ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله بحول الله نقدم لكم الافضل ان شاء الله بحول الله، وبارطاجوا معكم شي حاجه جديده ان شاء الله، والنصائح دائما مستمرين، دائما النصائح مستمرين. الشوش هو مازال مكاينش ناسي باش تعرف وراه شي حاجه مسهله، راه هادشي ديال اليوتيوب دابا راه غادي نصلي اللايف، راه باش نشرح لكم نصلي اللايف وغادي نتعشى وغادي نخدم حتى لخمسة د الصباح ونحط بعد الفيديو. راه باش تعرف باين ولا شفتي انسان ناجح، ناجح راه تشوف راه كيضرب الخدمه كيخدم مزيان، ترى ما كاين حتى شي حاجه سهله. ها انتما كتشوفوا جوج الليل وباقي دايرين اللايف، بقات لينا دقيقه غادي نساليوها ان شاء الله، ومن بعد نكون معكم غدا ان شاء الله نديروا اللايف من جديد. تحياتي لكم، شكرا لكم، تصبحوا على خير، غدا ان شاء الله نكون معكم من جديد بحول الله.